عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ولنهائيات بطولة الخليج. أكيد محللينا راح يكونوا من الخليج. بنرحب مع بعض بلورد وتكسيدو. نبدأ معك يا لورد، كيف حالك حبيبي؟ زمان عنك هالغيبة. يا هلا والله، حيا الله كل سيستم وحيا الله جميع المتابعين اللي موجودين في الشات. الله يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله هذه المباراة حتكون حماسية وأنا مرة متحمس بأمانة. فريق تيو بحكم أنه فريق سعودي أدوا أداء ما كان عاجبني بأمانة آخر مباراة شفتها قدام فريق RPN، ولكن أتمنى أشوف مباراة حماسية اليوم. هذا وقتهم، هذه قصة الانتقام، الريفنج ستوري لتيو، لكن ما راح تكون سهلة نهائيا لأنه RVN يعني فريق قوي جدا جدا جدا، خبرتهم عالية، ايمهم سم، الكوميونيكيشن بينهم نار. تكسيدو حبيبي ويلكم اجين. Thank you كل سيستم، thank you KSA Lord، يعطيكم ألف عافية وشكرا على المتابعين على متابعته. الحين احنا في الكلاسيكو، خلصنا من الكلاسيكو نورث أفريقيا وخلصنا من الكلاسيكو مال بلاد الشام ومصر، الحين باقي الكلاسيكو اللي عندنا في الخليج تيو RVN. ما أعرف عن شنو بيسوون تيو اليوم، لكن نحتاج ان نشوف الخرائط أول. تيو فريق هارد وركر، فأتوقع أن بتكون الماتش كلوز. يب. وطبعا بس بحب أذكر السادة وسيدات المشاهدين والمشاهدات أنه ممكن شايفين قدامكم على الشاشة 1-0 حاليا، لا داخلين على البث متأخر، لا هم ماخدين 1-0 حاليا RVN لأنه هم وصلوا للجراند فاينل من خلال الوينرز براكت، فلهذا السبب راح ياخدوا نقطة إضافية. أيضا بحب أخذ لحظة لأنه يوم ورا يوم بشوف أنه في ارتباك نوعا ما في الفورمات تبع البطولة. أعزائي المشاهدين، اليوم نحن في آخر يوم للسترايك أريبيا، نعم صحيح 100% بطل في سترايك أريبيا، لكن في تاريخ 3 ديسمبر لحد 6 ديسمبر عندنا الفيرست سترايك اللي فيها أفضل 3 فرق من هذه الريجنز. يعني مثلا في حالة الخليج العربي عندنا RVN وThe Ultimates وArch Nemesis، راح نشوف مين الأول مين الثاني مين الثالث من سترايك أريبيا من هذه المباراة تاعت اليوم، وراح ينتقلوا للفيرست سترايك في هذه التواريخ ويلعبوا على الجائزة المالية اللي هي 10,000 دولار. فبس للتوضيح هذه الشغلة. كيس إلورد، خلينا نبدأ مع بعض ونتكلم عن المابس. عنا الخريطة الأولى بين هذه التو سكوادز راح تكون هيفن اللي كنا نتكلم قبل ما نبدأ البث، احنا كنا نتكلم فيها باكستيج خريطة كبيرة فيها 3 سايدز، الريتيك صعبين في بعض المناطق. شو التيك تبعك على هذه الخريطة؟ شو حابب تشوف من هذه السكواد؟ بأمانة هيفن من المابات اللي مو مرة أحبها بأمانة شخصيا لأنه فيها 3 سايدز زي ما أنت قلت وتكرمت. بس غالبا احنا هنشوف سوفو أومن بحكم انه هذه الخيارات جدا ممتازة بشكل عام، ممتازة للفريق للكشف وللسموكات ولفتح الطريق وفتح المجال لفريق. فانا غالبا متوقع بشكل 70-80% راح نشوف هنشوف أومن وحنشوف سوفو. بالنسبة للبيكس الأخيرة، انا غالبا يعني تفضيلي الشخصي وانت عارف هذا الشيء اوريدي انه انا احب جت، احب اشوف جت طبيعي جدا. في عندك تشيك وفي عندك دانتي، شو حيلعبوا غير جت يعني؟ بالضبط. لازم بالضبط، وانت عارف انه تشيك ودانتي من افضل الجتس اللي احنا شفناهم على المستوى العربي وممكن كمان على المستوى العالمي. ناس لعيبه متمكنين جدا بجت. وغير كذا كمان شفنا بريتش من هافوك اما خاب ظني، كان الادمي مبدع جدا 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 ببريتش، وكانت الخطة دائما اللي هي زي ما تقول الفلاش فلاش بريتش مع الداش حق الجد. بالضبط، فلاش داش حق الجد كانت الخطة ماشية تقريبا في كل الأحوال إلا في آخر مباراة شفتها بين RVN وألتيميتس ما كانت الخطة ماشية مع فريق ذا ألتيميتس 100%. ولكن أنا متحمس بأمانة، أبغى أشوف لعب، أبغى أشوف على الأقل فريق ذا ألتيميتس يبهروني شوية اليوم، أبغى أشوف حاجة يفتح النفس كذا ويحمسوني فريق ألتيميتس. شو بصراحة يا لورد، أنا ما حسيت إنه ذا ألتيميتس لعبوا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي كانوا بيفوزوا فيها كل المباريات في السابق. حسيتهم بيلعبوا بنفس الطريقة، لكن RVN عارفين بالضبط كيف يتصرفوا معاهم، كيف الانتري تبع تيو، دارسين الموضوع بشكل ممتاز، خبرتهم كبيرة كفريق. فمش عارف، أنا ما بعرف كيف تيو، أكيد راحوا شافوا السيريز اللي بينهم، أكيد شافوا أغلاطهم، لكن تكسيدو هل برأيك إنه كان عندهم الوقت الكافي عشان يفرجونا شيء جديد ويقدروا يفوزوا على RVN؟
تيو طبعا من الافرقه اللي وايد يشتغلون على روحهم يعني الصراحه بالامانه. شفت ما انا عندي في الفرند ليست الفريق ما يوقف سكرمات يعني ما شاء الله عليهم كميه التدريب اللي قاعدين يحطونه في اللعبه شيء رهيب. يعني انا ذكرته بعد في بثوثي السابقه ان فريق تيو اكثر فريق في العالم العربي كامل يحط كمية وقت في السكرمات والتدريبات شيء رهيب. يعني أتوقع أن تيو إن شاء الله بإذن الله اليوم راح يعدون أداء أفضل من الأيام السابقة. إحنا شفناهم في خريطة هيفن من قبل يابوا ثمانية أيام تقريبا سبعة أيام على فريق RVN، لكن RVN خلوهم على 9-3 من ناحية الأتاك. يمكن RVN أتاك كانوا حسيت أن فريق تيو كان متوتر، حسيتهم ضايعين شوي، مو منتبهين حق الفلانكرز من تبع RVN، مو منتبهين. يعني حسيتهم يعني الريتيكس حلوين كانوا يدشون، التريدات موجودة، استخدام اليوتيليتيز اون بوينت، الفلاش داش، الكوميونيكيشن كان موجود، لكن في شيء حسيت انه في توتر في الايم. الايم دول يخسرونه دائما كانوا. وانا تكلمت من قبل ان الايم تبع RVN الديول لصالح RVN بسبب حكم ان عندهم خبره وعندهم خبرات سابقه في بطولات، غير ان بطولات فالورانت عندهم بطولات في العاب اخرى. فاتوقع على نتيو بعد تكلمت عن الموضوع من قبل، هم لاعبين ليحين صغار ليحين يعني ينقصهم الخبرة، وهالخبرة قاعدين يحصلونها، يحصلونها من سكرمات، يحصلونها من بطولات. يعني أتوقع أن تيو ما راح يسكتون على الخسارة اللي صادتهم ضد RVN. أتوقع أنه بيروح بيكونون يعني كلوز جيمز، يعني الجيم بيكون راح وايد كلوز. RVN راح يحاولون يحافظون على هذه السيطرة اللي مسيطرين على تيو، لكن لا إن شاء الله نشوف أداء مبهر يعني من فريق تيو. يا وطبعا الموضوع اللي انت تكلمت عنه انه هذه الخبرة اكيد راح تكون مهمة، وبدك تاخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي. وشو بقصد في بالجانب النفسي في هذه المباراة تحديدا؟ انه مثلا انت كدانتي لاعب صغير نوعا ما بتلعب جت، كل مباراة يور بوبينج اوف على جت، بيجيك واحد جاي زي تشك بيسوي بيدخل على السايد بطريقة خرافية وبيشيل معه 2-3 وبيفرجيك this is how you play جت. فهاي المواضيع بتأثر عليك كلاعب، فمتحمس تشوف كيف راح يتصرفوا معها. هذه الماب قدامنا سيداتي سادتي، عنا طبعا هيفن سبليت اسنت، ومرة اخرى هيفن في حال وصلنا الى جيم رابع. بحب اذكركم انه النتيجة الحالية already 1-0 لRVN لأنهم وصلوا إلى هذا النهائي من خلال الوينرز براكت. وحان الوقت للانتقال للمباراة، لكن KSA لورد ناخذ البريدكشن على ماب هيفن، RVN ولا ذا ألتيمتس؟ أنا ما ححط بريدكشنز بأمانة، ولكن ححط آمال، ححط آمال وهوبس إنه فريق تيو. بأمانة أنا أحترم الفريقين وأحب الفريقين، ولكن فريق تيو فريق سعودي وأنا لازم أدعم الأفريقة السعودية، فراح أروح مع فريق تيو إن شاء الله. حلو، انت قلت امال واحلام. القلب سعودي، انا راح اعتبرها بريدكشن ولوكتن ومنشوف يعني منحاسبك عليها. بس ما عليك يا سيلورد، بحب اذكرك انه قبل يومين كان الاناليست ديسك عفوا كان رايح 1-11، يعني 1 بريدكشن صح و11 بريدكشن غلط في هذا اليوم. فدونت وري اباوت ات، احنا ويل جود شي. طيب تكسيدو مين راح ياخذ الجيم الاول؟ لا انا راح امن في فريق تيو، تدريباتهم وعملهم الشاق في التدريب في السكرمات. فانا لا انا راح احط امالي على تيو، بس فقط ان من ناحيه التدريبات. لكن مثل ما تكلمت انا فريق RVN مو سهل تغلبه، فبنشوف كلوز ماتش. اتمنى ان تيو تدربه صح، لكن انا البرودكشن مالي مع تيو، امن بالشغل اللي قاعدين يشتغلونه الصراحه والسكرمات اللي قاعدين يقومون فيها وكميه التدريب اللي قاعدين يحطونها في هاي اللعبه. وهم مثل ما تكلمت الفريق الوحيد اللي قاعد يحط هالكميه من التدريبات، ودائما الهارد وورك والتعب اللي انت قاعد تتعبه دائما 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 ياتي بنتيجه في النهايه. فاتوقع النتيجه ان شاء الله نشوفها اليوم، واذا ما شفناها اليوم بنشوفها في النهائي يوم ثاني ان شاء الله.
يا اكيد يعني كلنا بنحترم الهارد وورك وين ممكن وصلت، لكن ما بعرف اذا الوقت كان كافي، ولهذا السبب راح اضطر احكي ار في ان، لانه ما بقدر اغض البصر نهائيا عن هذا الجت، عن هذا التشيك، عن هذا الهافوك، ولهذا السبب انا راح اروح مع ار في ان. لكن بدل ما انا اروح وانت تروح، خلونا كلنا نروح مع بعض ونتجه عفوا الى الماب الاول اللي هو هيفن، بتعليق طبعا في الكولر كاستنج سموث وفي البلاي باي بلاي توكس. لكم الكلمه شباب، جود لك. يعطيكم ألف عافية يا كول سيستم وتكسيدو كيسي لورد، ليلة نارية، كل الخليج يترقب وكل العرب محبين فالورانت مستمتعين في هذه البطولة الرائعة جدا، واللي أنا شرف إلي مرة أخرى أني أعلق عليها مع واحد من أمتع وأروع الأصوات التونسية والعربية. يا أهلا وسهلا فيك يا ملك النعومة يا سمور. الله 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 الله، سعيد جدا بوجودي معاك اليوم يا توكس، ما شاء الله خبره كبيره وقامه من قامات ال FPS في العالم العربي. صراحه عندنا مباراه كبيره جدا، وين البراكت جراند فاينلز بين RVN و The Ultimate، مباراه مشوقه ومنتظره من كل العالم العربي اليوم ان شاء الله. ونذكروا يا توكس انه في البيست اوف 3 الفارتا فريق RVN هو اللي كان فاز بفوز ساحق، خلينا نقول 2-0 في البيست اوف 3 سيريس، وممكن الان يكون بمثابه الانتقام لفريق The Ultimate. بالفعل يعني المرة السابقة اللي تقابلوا فيها كان في يعني وينرز براكت فاينل، وفاز ساعتها RVN بسكور 13-4 بالذات على الماب اللي أمامنا، ماب هيفن، والماب الثانية كانت 13-10 لRVN. ف يعني نطلع على التاريخ يا سموث، 13-4 خسروا في هذه الماب، توقع حيكون شكل آخر ذا ألتيميتس ولا حيستمر السيناريو؟ مثل ما كان يحكي تاكسيدو، كمية الهارد وورك اللي بيحطوها فريق The Ultimates والكوميتمنت لهذه الجيم ممكن تعطي بثمارها في هذه المباراة. ولكن إذا لاحظ يا توكس في مباراة الفارتا، فريق RVN مرة أجريسيف في الهجمات متاعه، أجريسيف جدا، وكل الأيم دولز يربحها يعني الفريق. فممكن الآن فريق The Ultimates بيتحسن نوعا ما في الأيم وفي الدولز، ممكن نشوفه مردود آخر. والآن بطبيعة الحال ديفولت سترات لازم تكون موجودة في ماب مثل هيفن، حاولوا ناخذوا أكبر عدد ممكن من المعلومات على كل السايت، ولكن هذه بيستل راوند، فممكن RVN مرة أخرى يتفوقوا إذا بنحكي على M duels. فخلينا نشوف، لا ننسى كذلك تشيك في البيست اوف 3 الفارتا، يعني الكلاتش اللي قام به 1v2 بفرنزي في ماب الأسنت. هذا زيلوز يأخذ الانتري فراغ على أوتلو، ممكن تركيز على البومب سايت A، دخول سريع وهابوك بالكل الثانية، وهابوك يا سلام لثريد من مو، هووو الكل الثانية من مو، يا سلام يا مو، ويرجعها لثلاثة ضد ثلاثة. كيف حيتعامل RVN مع هذا الريتيك؟ طبعا اسمه كات أم المهمة جدا، أول وانتاف الهيدشوت على تشيك اللي كان بحاول يأتي من الخلف. إيدك كبيرة يا فرانكي، إيدك طويلة يا فرانكي، وكانت إيزي فرانك، كان مفروض أن فرانكي يعني ما يكون بهالسهولة يعطي كل مجانية لتشيك، ولكن ثلاثة على اثنين. بنشوف مو، مو اللي عنده كلين، ولكن كشف موقعه، حيدخل عليه مع بعض البارانويا، ما شايف إشي. يا السلام داخل الجمعية، بقي لاعب واحد، يا السلام يا خالد الكل الأولى، يا خالد الكل الثانية، ولكن الله الله على نير، أنت قريب ولا أنت بعيد؟ RVN ينطلق في هذه المباراة بالراوند الأول وريتيك جميل جدا، استخدام الأبيليتيز ممكن يحسب لأومل صراحة، البارانويا اللي استخدمها بالأخير، ولا شو رأيك صار يا سمود؟ بالضبط، صراحة ريتيك عالبي من فريق RVN، يعني بشوف مكان الأول التشيك اللي كان موجود في الأي لوبي، صراحة جميل جدا، أخذ البيك على فرانكي، وكذلك البارانويا اللي كانت موجودة في الكونكتر يا توكس اللي خلت مو في وضعية صعبة جدا، وصار عليه كولابس 1v2. صراحة كوميونيكيشن رهيبة بين عناصر فريق RVN، وممكن هذه بطبيعة الحال تكون جولة كذلك لRVN. ولكن إذا نلاحظ يا توكس، شوف فورس باي ممكن من The Ultimate، بعدين نشوف في ستينجرز وفي سبكترز، فممكن فورس باي الآن محاولة تعديل النتيجة بالجولات. فشنية رأيك، هل فورس باي هو أفضل شيء ممكن يكون به فريق The Ultimate؟ والله هي مجازفة، ولكن هم واثقين ممكن يجيبوا الراد، ممكن لأنه لازم فريق ضد زي RVN إذا لعبت معه ستايل ستاندرد صعب ما حتفوز. RVN لازم تفاجئه، لازم تخوفه، إذا ما خوفته من بداية الماب أتوقع RVN حياكلك يعني وانت حي. وهذا خطأ The Ultimates في البيست اوف 3 الفارت، كان يلعبوا مرة باسيف ضد فريق عنيف مثل RVN، والآن فوكس كله على البومب سايت بيا توكس، ممكن نشوفوا كولابس كذلك من RVN الوقت مناسب، ولكن نشوف روتيشن البومب سايت اي، هذا هافوك يسقط على ايادي خالد، وتيو مرة اجريسيف هذا الكيلي بريكر، اعتقد انه وضعية 4 ضد 4 الآن.
والله راوند جميل وتكتيك رائع صراحة من ذا ألتيميت. كيف دخلوا على بي واتجهوا على ليه، وهي خطة ذكية، وتوقع الريتيك حيكون صعب إلا إذا استخدم الابيليتي الصح فريق آر بي إل، لأنه بنشوف تشيك حتى تشيك ما معه غير مارشال، وهذا ممكن سلاح يعني في مجازفة كبيرة، اهتزاز ولا ارتجاج، وبنشوف الفلاش وخالد، ولكن دخل عليه تشيك أخذ إنفو، ولكن دانتي يا السلام عليك. أوه أوتلو 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 أوتلو، بتقول له يس ويقول لك نو، تقول له نوب ويقول لك برو، وارجع ألتيميت في الجيم. يا سلام على هذا الفلانك الرائع يا سموث، شو رايك؟ هل هذا المحتاج ثقة في النفس رهيبة، ثقة في النفس رهيبة من فريق The Ultimates اللي عمل فورس باي وكان عنده ثقة كبيرة في النفس ويربح هذه الراوند. دخول من البومب سايت بي، اتجهوا مباشرة إلى البومب سايت اي واخذوا ما كان موجود من الكيلز، وقعدوا وضعية 4-4، وشفنا بارانويا ولا أروع كانت موجودة من مو، وكذلك في الأخير أوتلو بالثري كي في هذه الراوند. صراحة خلينا نقولوا إبداع من فريق The Ultimates في الجولة الثانية. ولكن لاحظ الانتري فراغ مرة أخرى من مو، يعني دخول بقوة يا توكس الآن من فريق The Ultimates، صراحة لاحظ الآن مردود محترم جدا ضد فريق يعتبر أقوى فريق موجود في كل الكواليفايرز الآن، فريق RVN. ولكن The Ultimates ممكن يضعوا حد لهذا الفريق الآن. شوفوا التحرك الآن للسايت الثالث اللي يعتبر البومب سايت سي بعد استعمال الاي مرتين من هذا الفريق الآن، يخيروا يتجهوا للبومب سايت سي. لحد الآن يظهر شاغر وفارغ، ما فيه ولا أي إنسان من عناصر RVN، ولكن ممكن بريكر يكون موجود، ممكن يبيك ويكون في خطر الآن. كذلك أوتلو يحاول يدخل من جانب الجارج، ممكن يعترض تشيك، من سيأخذ الكيل، محاولة شريف كيل، ولكن أوتلو يأخذ الكيل على تشيك. لهنا نشوف دول زي توكس لصالح فريق RVN، ولكن بريكر الآن يأخذ الكيل على أوتلو، وأربعة ضد ثلاثة، وهذه تم زرع سبايك الآن. فعل يعني بداية قوي من The Ultimates، خسروا لاعب واحد، ولكن الاتش بي ادفانتج والمان ادفانتج عندهم، بريكر كمان كل برافو، يعني عمل الدمج ال يعني مطلوب، ولكن شوف الدخلة ار بي ال هل هيستطيع، ولكن حيضطر يدخل سموك. يا سلام يا مو، والتوقعات وذا التيمتس باديها صح واستفاقه من بدايه الجيم. كنا نتكلم يعني بالسابق، انا علقت على مباراه ماجستي وطبعا وفوكس جيمنج، كنت اتكلم انه استفاقه ماجستي كانت متاخره، هالمره عندنا ذا التيمتس استفاقته مبكره، وهذا الشيء اللي يحتاجه الفريق ألتيميتس بالذات، انه خسران كان 13-4 بالمباراة السابقة. فما رأيك بالاستراتيجية اللي تبعها ألتيميتس؟ صراحة توكس نحس في دراسة معمقة صارت للبيست اوف 3 سيريز الفارت، نحس انه ذا ألتيميتس تعلموا جدا من اخطائهم، الان يلعبوا مرة اجريسيف مرة عنيفين، ودخول دائما سريع وبطريقة مبدعة جدا على اي بومب سايت موجود. اذا تلاحظ اوتلو كان يلعب نوعا ما اجريسيف في الجارج، اذا تلاحظ مو دائما بيكس اجريسيف، خاصة المرة الفارت اخذ فيها 3K. فصراحة ذا ألتيميتس الان قاعدين نوعا ما يغيروا في نمط اللعب نتاعهم، يحاولوا يكونوا اكثر اجريسيف وعنيفين ودائما بيكينج ومحاولة ايجاد ايم دولز، وهذا اللي كان يعني خطة RVN المرة الفاتة. فخلينا نشوف الان نير عند الاودن يحاول يدافع على الكونكتر، ولكن مرة اخرى فريق ذا ألتيميتس دخول بالكلاود بيرست بالداش من جانب دانتي، نذكر انه دانتي من اقوى الجيتس الموجودة الان في البطولة، ولكن هافوك يتمكن من اخذ الكيل على اوتلو، هذا من وراء سموك، هافوك يبحث على كيل ثاني، ولكن الان 4-5 ويتم زرع سبايك مرة اخرى من ذا ألتيميتس، ودانتي يمكن من كيل على كزيلوس مرة أخرى. 4-4 وريتيك ألتيميتس عندهم يعني سوبا لوج بي، أو دانتي حاول يفاجئ هافوك، ولكن هافوك متوقع بثاني كيلو ويعطيهم البينج ويعطيهم الهنا، الدرون حتنطلق، ولكن مكشوف مكانك، مجرد أنه يطلع هيعرفوا مكانه. 4-3 يا سلام يا مو، حيجيب الكل على تشيك بريكر كل وكل، ولكن مو عاجبني، أوه دخل بالأوبدن والنير نير نير، عارفين طبعا مكانك يا فرانكي، الفيك ديفيوز هنجيبها نير، هنجيبها المدير، نير ينتظر البرو ليس لك، نشوف يا سلام يا فرانكي ما زال محتفظ على هدوءه، يا ولد يا ولد يا ولد على الاكسبيرينس، الله عليك يا فرانكي، وما زال ينتظر، يا الله يا فرانكي، يا الله على هذا الذكاء، يا الله على هذا الأداء، والله ذا ألتيميتس داخل بشكل ثاني في هذه المباراة يا زبون. ذكاء ذكاء خارق للعادة من فرانكي، يعني توكس دي ما قولوا بروز دونت فيك، ولكن الآن فرانكي بيعرف أنه نير فيكينج مرة واثنين، وهذا ذكاء خارق للعب فرانكي، حتى الشولدر بيك اللي قام به يعني ذكي ذكي جدا. والآن فريق ذا ألتيميتس قاعد يلعب بطريقة مبدعة جدا، يعني شوفوا دانتي البيك الأول اللي أخذه على هافوك على ما أظن، ويعني صراحة دولز كل لصالح عناصر فريق ذا ألتيميتس، استعمال جيد كذلك للبارانويا وكذلك للسموكس من جانب بريكر، أو عفوا من جانب مو، يعني 8-2
KDA إلى حد الآن صراحة. The Ultimates on fire الآن، ما عرفش هي الخطة اللي ممكن يتخذها فريق إرفيان صراحة. قاعد ممكن اعتدنا على إرفيان أقوى وأقوى في جبهة المهاجمين، ولكن ونعرف كذلك توكس إنه ماب مثل هيفن يعني بتساعد أكثر المهاجمين لأنه في 3 بومب سايت، و يعني ممكن سهل الدخول خلينا نقول مقارنة بالمابس الأخرى، فممكن إرفيان لما يصير سواب يكونوا أقوى كمهاجمين. ولكن خلينا نشوف الآن فريق The Ultimates بالدرون. صراحة شفنا درون كذلك في الجولة الفارتة لما عرف موقع هافوك في الـ A Heaven، صراحة استعمال جيد اليوتيليتيز من فريق The Ultimates. والآن ممكن نشوف دخول للبومب سايت بي، ولكن هل تكون بي تو اي المرة هذه؟ هل هيكون في تغيير بالفعل بي تو اي؟ ولكن خلينا نشوف داخلين مع بعض البي. قنبلة عامية ولكن هافوك هو اللي هيعميك بالهيد شوت. دانتي يا سلام على السرعة، ولكن شوف التريد كل ورا كل. انا امتى الحق لحق نير ياتي بالماشين جن رامبو ستايل ويجيب طبعا بالاوزن كلين. نير يا سلام عليك وحلق طير يا نير يا الله. يمكن احد اللعيبه القلائل اللي بنشوفه بيستخدم اودن في بطوله وما بالك في فاينل، ولكن نير هو هذا اللاعب انقذ فريقه منها بهذا الاودن. ويا سلام على هذا الراوند. ممكن الالتيميت حاول يغير، حاول يسترجع الراوند اللي دخلوا فيه بي تو اي، ولكن كان موجود نير، ونير موجود وقاعد مستريح واعطاهم بالودن درر بالرامبو. ذكرني بالذكريات كانوا لابس بندانا وشعر طاير وراه والفدرات يعني كانت لقطه رائعه صراحه. صراحه نير بيذكرني باللاعب سيناترا من فريق سنتينلز، دائما بيستعمل اودين في هذا المكان بالضبط يعني في الجارج. صراحه استعمال رهيب لهذا السلاح 3K في الراوند الفارت ويخلي فريقه مازال موجود في السباق على الفوز بهذه المباراه. إرفيان الان متقاربين جدا في السكور في الجولات. شوف الدرون كميه انفورميشن اللي اخذها. انا الصياد بيحاول يقتنص لاعب من اللاعبين The Ultimates، ولكن ما يحلفوش الحظ الآن. دانتي يستعمل بلايد ستورم، تشيس ممكن بيستعمل تيل ويند وياخذ الكيل على هافوك. مازال مكمل على ما اظن يا توكس. دانتي يا سلام على الدخله يا دانتي، يا سلام على السكاكين، وداخلين مع بعض على بوم سايت كلير بريكر بعيد. ثلاث لعيبه موجودين بالسبون، ونير ما زال محتفظ بالاومن، ولكن ما بعرف مكان التشيك. هل حيشيكوا مكان التشيك ولا ما حيكون فيه تشيك؟ يا تشيك بنشوف نير بكمال كل على فرانكي قتل النسخه. بنشوف خالد ينتظر طبعا البلانت سيف، طبعا هيحاول يلعبوا ريتيك مع بعض يعتمد على الكلات لانه مش هذا البلانت المثالي. يا ها مسكناك يا تشيك، وهالمرة شيكناك يا تشيك. وخالد طبعا اندر هيفن وهيا بنا، والالتمت يكسبهم شوية وقت. الله عليك يا مو مرة اخرى بكمال كل دخل زيلوز. اوه بحاول يجيبه بالسبام ولكن ما تطلعه. نير ينتظر، نير يا السلام، وكمال كل كيف سوى الريتيك هذا؟ مستحيل اللي يصير. هل في وقت يصمود؟ ما الذي يحدث يصمود؟ الممكن الوقت. نايس ديفيوز لفريق إرفيان. نير مرة أخرى يا توكس كامينين كلاتش بالأودين، صراحة غير عادي هذا اللاعب. هل ممكن يكمل بهذا السلاح على طول المباراة؟ يعني صراحة رهيب رهيب رهيب. نير لحد الآن توب فراجر في فريق إرفيان باستعمال الأودين. كذلك خلينا نقول أنه فريق The Ultimates حاول قدر المستطاع خاصة باستعمال رولينج ثاندر من بريتش اللي هو خالد، ولكن ما حالفهمش الحظ. نير كان موجود، كان مبيك من الهيفن، أخذ الكيل على في الـ A-Long وبعدين هبط أندر هيفن وأخذ الكيل. صراحة نير قاعد يقدم في بوست بلانت إبداع 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 ولا أروع من هذا اللاعب نير. وفريق The Ultimates الآن ممكن نشوف إيكو راوند من جانبهم، ولكن نشوف نير يا توكس يعني ما فيش ولا إنسان ممكن يتحرك من الجارج ولا يدخل الجارج. يعني هذا هو اللي نير بيستخدم ستايل هو خافة العدو، ولكن شوف أوتلو، شوف الثقة، شوف الكونفيدنس. يا سلام يا أوتلو، يا سلام يا أوتلو. لا 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 يا الله. وزع كاميرات، وزع كيس، وحط تريب واير، والله تستاهل يا الله يا أوتلو على هذه اللعبة. هو فلانكر ولكن في هذا الراوند كان بوز المدفع وكان الانتري. يا الله إذا شفنا ريتيك من RVN أنا أقول لك انتهت المباراة لـ RVN. والله دارسينهم دراسة يا توكس، يعني The Ultimates دارسين RVN دراسة كاملة جدا. وهذا اللي تم زرع سبايك الآن. دانتي بيستعمل كلاود بيرست، ولكن تشيك بالأوف بياخذ الكيل على دانتي الآن. وثلاثة أربعة يا توكس، هل ممكن يفعلها؟ تشيك بيستعمل بليد ستورم. بليد ستورم هو وصل على الأرض ميت. أوه موه 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 يا سلام يا موه. والله هذا اللاعب احنا ما نتكلم عنه كثير، ولكن انا بقول لك انه كل راوند اللاعب موه
بيجيب على الأقل كلين ثلاثة، وشوف معاي بالإعادة لأنه فعلا هذا اللاعب ممتاز، يعني بنشوف أداء مبهر صراحة. يعني شوف شوف دخلت سايفر، دخلت أوتلو بالراوند صراحة. أجريسيف صراحة. يعني هذا خليني نقول لك انهم درسينهم دراسه، يعني بيعرفوا كيفاش يتمركزوا فريق ار في ان ذا التيميت، عارفين كل شيء. هذا ما يفسر دخول اوتلو بكل هذه الثقه في النفس من دون حتى استعمال السايبر كيجز في الاذر انجلز. يعني صراحه اوتلو رهيبه، مرعب جدا الان في الجوله الفارطه. والان ذا التيميت مره اخرى ديفولت سترات موجود، اومن سموك من جانب بريكر في السي، ولكن لاحظ كذلك انه دانتي او عفوا تشيك ونير موجودين كذلك في البومب سايت سي، على ما اظن متوقعين تحركاتهم ممكن البومب سايت سي. واشوف مكان بريكر الان، يعني يحاول يفاجئهم ممكن من الكابي، ولكن هل يكون في تغيير ممكن اتجاه من فريق الالتيميت؟ لاحظ الشيفتينج من دون ولا اي ساوند، واتجاه يكون ممكن من البومب سايت اي، ممكن فريق ار في ان يحاول يلعب على ريتيك اكثر يا توكس. بس يا اوتلو لا تقول لي كمان راح يدخل ويجيب كمان كل، وزي ما قلت فريق ار في ان بيعتمد على الريتيك يمكن الجماعي، ولكن هذا المزعج اوتلو اللي دائما ما بيجيب كل، وهافوك مش متوقع مرتين على التوالي. اوتلو يقتل هافوك من دون ما يتوقع هافوك انه يعني انه اوتلو موجود، وهذا ليش حيأثر معنويا على هافوك بالذات، لانه سايفر ضد سايفر مواجهه من نوع اخر، دائما النسخه ضد النسخه. ولكن التيميت عاجبني جدا الثقه اللي داخل فيها سموث، هي الثقه عنوان فريق التيميت. 30 ثانيه بالضبط، التيميت كانوا يحتاجوا كل هذه الثقه في النفس للفوز بالبيست اوف 3 الفارطه، ولكن تعلموا من اخطائهم. الان عندهم ثقه في النفس عاليه جدا، ولكن دانتي بالشت داون تشيك، وكذلك مو بياخذ الكيل على كزيلوس، يبقى لاعب وحيد وهو بريكر. يا توكس صراحة 5-1 هذه معجزة صراحة، حتى مش حاول يعمل سيف، مش عارف ماذا السلاح اللي عنده بريكر، ولكن مش حاولوا يعمل عليه تشيس كل عناصر فريق The Ultimate، حاولوا يضربوا الإيكونومي فريق RVN انهم يقتلوا بريكر، ولكن بريكر ممكن يتقابل بسبكتر هو وسوفا الآن، لكن شوف مكان ينتظر فيه، هذه كاميرا التجسس وممكن في خطر الآن، وفرانكي ينهي حياة بريكر. وذا ألتيميت سيتوكس بالجولة الخامسة، صراحة مين كان يتوقع هذا السكور؟ يعني فعل يعني آخر مرة خلاص كسروا حاجز المباراة الماضية لما فاز RVN 13-4، أوريدي ذا ألتيميت عندهم 5 راوندات. الخوف بلش يوصل لRVN الحين، صار يخاف RVN لأنه بالذات يعني لما يعرفوا انه في لاعب مزعج دائما بأتي من حيث لا نتوقع. RVN اللي محتاج بالراوند هذا بالذات انه يخوف فريق التيميتس، يقول لهم انتوا اخذتوا راحتكم زياده على اللزوم، هالمره دورنا. وانا شايف اثنين حيدخلوا ممكن من الاي شورت ممكن يفاجئوهم، خلينا نشوف مع بعض يا سموث. ولكن التيميتس مغيرين، رايحين كلهم باتجاه السي. استرات الجوله الفارطه نفسها انهم يحاولوا يتحركوا من البومب سايد سي، ولكن اعتقد يكون في كوميتمنت الان هذه الالتيميت. هانتر سيوري من جانب سوفا، فرانكي يبحث على كيل ولكن مش قادر، هذا خالد في وسط السايبر كيج. هل في تمزرع سبايك الان من فريق ذا التيميت او لا؟ هافوك ينتظر بسبايك كام يشوف اي دخول من ذا التيميت، ولكن يتمزرع سبايك الان وكيل مو. يا سلام يا سلام، كلين ورا كلين، وزيلوز زيلوز يا سلام جاب الاول الثاني، اعرف اين انتم، وخالد يصفهم صف ويخلص عليهم. اوه يا سلام يا خالد، يا رايق يا بارد. وذا التيميت 6-3 في خطة مفاجئة. RVN كان مجازف، دخلوا ثلاثة على الاي، كان بحاول يعمل ازعاج ويخوفوا التيميت، ولكن التيميت برافو للانجيم ليدر اللي اعطاهم هذا الكل اتجاههم للسي، دخلتهم الجمعية زرعوا السبايك من دون اي يعني مواجهة من فريق RVN. بعدين ريتيك كان صعب، حتى الريتيك يا سموث دخلوا مع بعض وفاجأوا RVN. اتوقع RVN ان ذا التيميتس يلعب من ورا خايف كروس فايرز، تلاقي ثلاثة داخلين مع بعض التيميتس شكل ثاني فريق اخر. والله شكل ثاني يا توكس، ثقة في النفس رهيبة جدا متعلمينه، يعني نحس انه فريق جديد هذا يا توكس ذا التيميتس، غير الفريق الفارط يعني اللي في البيست اوف 3 الفارطة. شوف يعني كل الانتري فراكس يكونوا من نصيب ذا التيميتس. اوت لو الان بكل ياخذوا على بريتش فريق RVN. صراحة مش عارف ما هي السترات اللي ممكن يتخذها RVN، they look lost خليني نقول في هذه الماب في هذه المباراة. ومرة أخرى دخول لألبوم سايت بي، هذا الفلاش يكون موجود، شوف سموكس يعني من جيت، سموكس من أومن، امتلاك والسيطرة للبوم سايت بي، ويتم زرع سبايك مرة أخرى بكل سهولة من دون أي كونتست. والريتيك نعرف أنه ممكن يكون صعب في البوم سايت، الريتيك صعب، ولكن هافوك دائما بيجيب لنا كلات بالشرف، حيضطروا يتراجعوا يلعبوها سيف، ما في داعي للأوفر
اجريسيف من فريق تيو، ولكن خلينا نشوف هافوك نطلع الشرف. اوه لكن مو مره اخرى الام في بي، يعني الرجل الذي ياتي من خلف الظلال، ويا ساتر يا ملك الساتر بنشوف دانتي ومره اخرى فرانكي، ويا خلاص انتهت، ما في وقت نتكلم على هذا الراوند لانه ذا التيميت فعلا هو كان راوند بيستلز، ولكن ذا التيميت فعلا التيميت في هذا الهاف اوريدي يا سمود. يا هي كانت بيستل راوند اعتقد شيرفز كذلك، ولكن صراحه ذا التيميت كلين سيت اب باستعمال الكلاود بيرست، باستعمال السموك من اومن، وكذلك الفلاش من بريتش امتلاك والسيطره للبومب سايت بي، والبوست بلانت لوكيشن صراحه جميلين جدا من ذا التيميت. فريق جديد قاعد يعني خلينا نقول يولد الان في هذه المباراه، ذا التيميت نيو فيرجن صراحه، ثقه في النفس رهيبه، ايم دولز كلهم من نصيب لاعبي فريق ذا التيميت. فما هو الحل بالنسبه للار في ان؟ هذا ممكن حل من الحلول، تشيك بالأوبريتر، لازم أعتقد بيك مهم في الويندو، ولكن ما فيش ولا بيك من جانب عناصر The Ultimates في البي ويندو الآن. حاولوا ياخذوا مرة أخرى Informations، هذا درون موجود من الجارج من اللاعب نير، حاول يستعمل الهانترز فيوري. مينوايل أوتلو كالعادة يعني تعودنا عليه، بياخذ الكيل على هافوك بكل سهولة، أوتلو بالكيل الثاني. يا توكس ماذا يحدث؟ ماذا تفعل يا أوتلو؟ صديقي هذا ليس ديث ماتش يا صديقي أوتلو، هذا جراند فاينل جي سي سي، ما بنفع كل مرة تدخل ايه تقتلهم واحد ورا الثاني، لا يا هذا لا يا أوتلو، ولا وتطلع بون يعني فول اتش بي. ولكن خلينا نشوف نير، وهنا الدخل الجماعي ممكن نير يدخل، اوه كشفهم، ولكن خلينا نشوف حيطر يتراجع 3-3 يرجعها، ولكن فرانكي ما زال ادفانتج عند التيميت، اوه خالد بكمان كل، ولكن اتوقع انتهت 3-1 صعبة يا نير. خلينا نشوف سهم صاعق، هل سيصعق حد؟ ولكن ما صعق اي حد، يا الله يا الله على هذا الماب، ويا الله على هذا الاوتلو. شوف كيف كذا الثاني بالاسبونت، اخ هل يجيب الكلتش؟ اتوقع عارف بوزيشنه، مستحيل هذا الراوند. بقي افضل لاعب عند التيميت وافضل لاعب عند ار بي ان حاليا نير، ولا مه نير ولا مه، ولكن مه قل بكفيك، استريح يا نير، خلاص يا مدير اهدى. بس اوتلو هذا الرجل يعني ما شاء الله على ذا التيميت في هذا الجيم يا سموث. تصور معايا توكس لو نير جاب الايس، يعني يكون بلاي خرافي صراحة، كيف أخذ الـ 4K في الراوند الفارت، مش عادي هذا اللاعب نير. ولكن في المقابل بنشوف مو يا توكس اللي عنده 19 كل يعني في 11 جولة، يعني شيء مرعب جدا، يعني تحول، خليني نقول تحول بالنسبة لفريق The Ultimates. ماذا لو كانت البيست اوف 3 السابقة هي بيت بالنسبة لفريق RVN، بياخذوا عندهم ثقة في النفس ويلقوا أنفسهم الآن يعني متأخرين بهذه الصفة في المباراة، يعني غريب جدا ماذا يحدث الآن. ومو وكل لاعبي فريق The Ultimates قاعدين يقدموا في مردود عالي جدا. شوف أوتلو مرة أخرى يعني من دون أي مشكل بيحاول يبحث على الكيل، سو أجريسيف أوتلو خلاص، وياخذ الكيل على أكزيلوز، ولكن هافوك قالوا أوكي وقت الانتقام الآن. ولكن يعني طريقة الدخول من أوتلو سو كونفيدنت يا توكس. والآن ألتيميت موجود من جيت، ودانتي مثل ما عودنا أوبريتر من جبهة المهاجمين، مش شيء المعتدين به، ولكن دانتي الآن ياخذ الكيل كذلك فروم ذا شادوز، موجودة من أومن، نير بياخذ الكيل على دانتي، ونير كذلك بياخذ الكيل على مو، وثلاثة ضد اثنين الآن. يا الله بداية بأوتلو جاب الكل معتاد، ولكن هذه المرة هافوك انتصر في النسخة، ولكن كان تريد كل، وهو نير برجعها ل 3-on-2. برافو، لعبة ذكية من لاعب نير اللي هو أفضل لاعبة RVN صراحة في هذا الشوط حاليا. ولكن خلينا نشوف اعتماد ألتيميتس على هذا الراوند كيف ممكن يرجعوها. نير عنده توقع، عنده بوزيشن قوي، هل يدخله من الويندو؟ موجود سايفر طبعا بالسبون، بنشوف الدخلة، يا سلام يا هافوك بكل أخرى، هافوك ممكن الاستفاقة حاليا، باقي 1-3، هل يسويها؟ هل يفعلها؟ بنشوف نير بالانتظار، طلع لي راسك، أعرف أين أنتم، ولكن على الفاضي، مش على الفاضي، قال له فرانكي أنا اللي أعرف أين أنتم. 2-on-1 هل يسويها فرانكي؟ بيكون كلتش الحلم، ممكن كلتش اللي يعطيهم فارق النقاط تكون 9-3. فيرست هاف قوي، فرانكي حيلعب على الألتيميت يا سموث. اوه عنده الالتيميت فرانكي، جميله جدا ببلانت على اللونج الآن، واي محاول ديفيوز بيستعمل الالتيميت، ولكن شوف البيك من تشيك بالبولدوغ، وبش يكون ديفيوز سهل لفريق RVN الآن. آخر جولة كانت موجودة بالنسبة لRVN كمدافعين، والآن ممكن يا توكس شوفوا حلة أخرى بالنسبة لفريق RVN. عودنا جدا أنه يكون قوي في جبهة المهاجمين، فهل تعتقد أنه نشوفوا تغيير وشوفوا عودة لفريق RVN الآن كمهاجمين، أو تعتقد أنه The Ultimates حتى كمدافعين نشوفوا نفس الثقة في النفس، نشوفوا نفس الأجريسيفنس والعنف خاصة من أوتلو ومو؟
اتوقع ار في ان اذا ما كان في ستيب اب في هذا الهاف ممكن هذه الماب تفلت من ايديهم. يعني صراحه الاداء كان مبهر جدا من ذا التيميتس، ما اعطانا فرصه اصلا نتكلم على ار في ان. يعني اكثر هايلايت صارت من ار في ان كانت من نير، اكثر لاعب عجبني صراحه تشيك اللي تكلمنا عنه انه ممكن واحد من افضل لعيبه بالذات في جت في البطوله ككل، ولكن ما شفناه، ممكن نشوفه اكثر في الاتاكرز. ولكن مهم مهم جدا السكند بيستل وكيف تكون البدايه يا سموث. صراحة تشيك خلينا نقول انه اندر بيرفورمينج الان في هذه المباراة، ولكن تشيك عودنا بالفرنزي في البيستل راوند. خلينا نشوف ماذا سيقوم، ماذا سيفعل في هذه البيستل راوند. عودنا بالكلوتشز، هذه كاميرات التجسس تعرف على الاقل على وجود عنصر مينيمم من جانب فريق ار في ان الان، وممكن تركيز يكون على البومب سايت. اي شوف تحرك اوتلو الى الهيفن، وكذلك فرانكي موجود معاه اندر هيفن الان. نشوف الكيل الأول، هافوك بيفتتح سجل الكيلز في هاتي الراوند، محاولة شوك دارت كيل من جانب فرانكي، ولكن لحد الآن مازال سلو، مازال ما فيش تحرك من بقية عناصر The Ultimate في البومب سايت A إلا ما يكونوا متأكدين من وجود RVN في البومب سايت A. ولكن أعتقد الآن يتم الدخول يا توكس، هذه الريكوم بولت كذلك من فرانكي، وموجود سموك في الهيفن، ويتم زرع سبايك. خلينا نشوف ماذا وقادنا يفعل تشيك في هذه الراوند. فريتيك 4 على 5 بداية كانت من هافوك، هذه المرة انتقم هافوك. يعني يمكن بالأتاكرز يكون أقوى من الديفندرز. خلينا نشوف الريتيك تاع ألتيميتس، هل استخدام البارانويا طبعا مهم جدا، مش عارف إذا عنده بارانويا، ولكن الدخلة مع بعض بنشوف تشيك حيطلع بوش، ولكن بنشوف هون النظرة دانتي بكل أولى وفرانكي بكل ثاني وخالد بكل بريكر ودانتي. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ آر في أن يعني الدومينوز يوقع واحد ورا الثاني. بقي يا نير، تعال يا نير، تعال يا نير، اقعد يا نير وخلص عليهم دانتي. اللي ما يعرف دانتي الشخصية من ديفل ميكراي، ولكن في هذه المواجهة ار في ان ميكراي يا سلام على هذا الراوند. ريتيك 4 على 5 وبس خسروا لاعبين، يعني ذا التيميتس كيف دخلوا؟ كيف صار؟ شو اللي صار يا سموث؟ دانتي 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 وحش، يعني استعمال الكلاود بيرست بيبيك على الاندر هيفن، بياخذ 2 كيلز على اكزيلوز وكذلك على بريكر. صراحه عجيبه جدا من اللاعب دانتي اللي صراحه بيرفورمينج بطريقه ولا اروع في هذه المباراه. بقى نير الوحيد موجود في سموك اومن، ولكن 1 في 3 بتكون صعبه جدا. صحيح انه اخذ الكيل على خالد، ولكن مازال موجود يعني مو، ومازال موجود فرانكي، فكانت صعبه جدا على نير انه يعني كامين ان كلاتش ويمنع ديفيوز البومب. والان ممكن هل بشوفوا فيرست باي من جنب ارفيانا ولا ما اعتقدش، يعني تشيك عنده الفرنزي مره اخرى، ولكن بشوفوا هارت بوش الان من سي لونج ودخول هذا الريكون بولت موجود، كذلك الفلاش موجود. هل يفعلها مو؟ ممكن ياخذ اكثر من كيل، ولكن تشيك بيعمل عليه شات داون، كذلك الكيل لدانتي ونير. تبقى 2-3 في سرعه البرق يا توكس فعلي، يعني بثانية أو ثانيتين انتهى الراوند، يعني انتهى الدخول إلى السي، ولكن لسه فرانكي موجود ومعاه أوتلو واحد من أفضل لعيبة. خلينا نشوف 3-2. طبعا كان فورس باي بالفعل من فريق أربعين اللي اضطروا ياخذوا سكيلز ويلعب بالبستل بالدرون. حتكشف مكانك يا أوه، ولكن أوتلو مرة أخرى، هابوك ينتصر على أوتلو. خلينا نشوف بريكر وهابوك إكس تيم ميتس كانوا معاي بالفريق، ولكن خلينا نشوف مين اللي حيعملها، هل هو أوتلو ولا عفوا فرانكي. فرانكي يدخل، ولكن ممتاز التايمينج تاع السموك، حيضطر يتراجع لسه معاه السبكتر، هيحول حيدخل من ورا السموك، اعطوه ريسبكت زياده عن اللزوم فرانكي والتايمينج. هابوك هابوك يا سلام يا هابوك، بثلاث كلات ممكن بالشرف حيرجعنا للمباراة ويصحصحنا، وقال له أنا هندي ما في خوف، يعني شرف ما سبكتر ما بيفرق معي، أنا البستل عندي نار والمباراة نار يا نار وعنار وشرار واللي بدك إياه يا سموث. مباراة نار، مباراة نار، يعني شرفس وفرنزي وكلاسيك قادرين انهم يفوزوا بالراوند ضد السبكترز اللي كانوا موجودين من فريق ذا التيميت. هذا اذا يثبت شيء، يثبت قوه يعني الدولز لفريق ار في ان، والان ممكن يلعبوا مرتاحين. والان ذا التيميت هم اللي باش يكونوا في ايكو راوند بالكلاسيكس مقارنه بالسبكترز. يعني تنقلب الاي، ولكن هذا مو اللي بياخذ الكيل على تشيك، هذه البليد ستورم ميس من جانب دانتي، ولكن تو كيلز المو بالكلاسيك، ونير ياخذ الكيل على دانتي. الان تبقى 4-3، بوش قوي جدا من فريق ذا التيميت، ولكن ما زالت الفايت والكروس فاير متواصل الان، وكلهم موجودين في الكابي الان. ممكن يصير عليه بوش، ممكن يصير عليه بيك، هذا الافتر شوك موجود من زيلوز، ولكن ياخذ الكيل على مو، و3-3 الان. بقيه عناصر ذا التيميت ما زالوا بعيدين نوعا ما، ولكن بصير كولابس ممكن.
يعني شوف البوش اللي سووه فريق ذا التمس بالسي، يعني بوش قوي جدا جابوا كلين، وشوف لو اتش بي عند سوفا وبريتش يعني سووا ازعاج مش طبيعي، وكان فقط من مهبل الكلاسيك لهالدرجه ايمو ما شاء الله الولد، واعطى فرصه كبيره للزملاء انهم يتمركزوا تمركز صح. وانا كمان كل من خالد، ما الذي يحدث بهذا المباراه الكلاسيكو وكلات بالكلاسيك وثلاثة على اثنين كلهم لو اتش بي الا هافوك واوتلو، ممكن العين تكون على اوتلو هون، مضطر يدخل هافوك مضطر ينقذ فريقه هو الوحيد بي اتش بي عالي والدخول مع بعض. هل هشيكوا يمينك يا هافوك؟ هل هشيك يمينك هافوك هافوك هافوك؟ بالفعل شيك يمينه وجاب الكل. اوه بحاول يفاجئهم فرانكي ولكن ما زبطت معه. حيوصل اللاعب الاخير، هل تتوقع ريتيك يا سمو؟ شوف الدخله بالاوتلو، اوتلو وصل ولكن نير حينهي الراوند. الصراحه راوند حساس جدا وكان ممكن يروح لمصلحه ذا ألتيميتس لو كان في متابعه او رياكشن اسرع من ذا ألتيميتس، كان ممكن يعملوا فلانك اقوى صراحه. ممكن كنا نشوف سيناريو اخر اللي هو الايكو راوند بيربحوا فيها فريق ذا ألتيميتس. شفنا مو اللي يفتتح الراوند بتو كيلز بالكلاسيك مثل ما كنت تحكي يا توكس، اي ايم غير عادي من هذا اللاعب مو بيتمكن اخذ تو كيلز بالكلاسيك. ولكن المشكل كان في دانتي اللي استعمل الالتيميت ولكن ما جاب ولا كيل يا توكس، فصراحه دانتي خلينا نقول ضيع فرصه انه ينهي هذه الراوند بالالتيميت، ولكن خلينا نقول ضيع سكاكينو. ولكن الان اعتقد فول باي من كلا الطرفين، وهذه الراوند مهمه جدا. وهذه الاوبريتر 76 اتش بي موجوده عندها فوك، ولكن تشيك بيتفوق على دانتي. اعتقد انه الاوبريتر داون ممكن ياخذوا تشيك، خلينا ننتظر. ولكن اوتلو بينتقم لزميله الان، اوتلو بيستعمل سايبر كيج ولكن ممكن في خطر الان. يانو البيك موجود ولكن اوتلو مره اخرى ميكن ستيتمنت، ياخذ الكيل على هافوك. بريكر بيقتل فرانكي، ضرب فلاش موجود ولكن توكس 3 كيل اوتلو. هذا الولد مجنون، هذا الاوتلو فعلا اوتلو، لانه مش قاعد يعمل اشياء طبيعيه يعني خارج نطاق يعني خارج السيطره معقول. الولد ولكن نير موجود، ونير لاعب قوي جدا، بنشوف البوزيشن تاعه قوي. اوه لكن التايمينج، خالد وصل وخالد جاب الكل. متبقي اللاعب الاخير زيلوز اللي ما شفناه بالجيم، ولكن ممكن نشوف هذا الراوند، شوف كيف ردت الفعل الجيم سنس طاير. ولكن اوه سوى لهم دبل فيك، سوى دبل فيك ولكن رجع اوتلو اعطاه الالتي، ولكن هو شوف حياخذ يوتيرن اوتلو. اوكي يوتيرن لف ورجع، الهل عارفه مكانه، زيلوز مش عارف وين يروح. طبعا حاول يعمل فيك ورا فيك فيك على بعض. مايند جيمز مايند جيمز يا سمون. يعني شافوه بالالتيميت ولكن يعني قال خلينا نبقى في البومب سايت. اي ذكيه جدا من زيلوز، ولكن يبقى السؤال يا توكس هل قادر انه يفعلها 1 في 2 البومب تكن؟ الوقت يداهم عناصر فريق ذا التيميت الان، ريتيك شيكون موجود على ما اظن من الكونكتر بي للاي، فهل يفعلها زيلوز بيتخذ مكان الاي لونج الان يا توكس؟ صراحه بتكون مهمه صعبه جدا على هذا اللاعب زيلوز، ولكن شفناه يتفوق. ولا ننسى يا توكس انه عنده الالتيميت، التيميت رهيبه جدا وممكن تربحه في الكثير من الوقت الان. نشوف زيلوز طبعا 2-on-1 وزي ما قلت عنده الالتيميتس وعنده اكثر من سكيل، ممكن يجيب الراوند بحكم انه بوث بلايرز ار لو اتش بي. هذا الكلتش ممكن يرجع ار في ام بالجيم، ممكن يكون الكلتش وهذا هو الالتيميت واللي حيعطي حيكسبه كثير وقت. لسه عنده كمان سكيل ولكن اوت لو قال له خلاص انت عملت اللي عليك وكنت حتعمل كلتش، ولكن اوت لو يعني صراحة هذا الرجل يظهر في الأوقات الصعبة بيجيب لك الكلات الحساسة. برأيي صح إنه ما بيجيب كثير كلات، ولكن أوتلو بيجيب الكلات جدا سنسيتيف. وارفين لو جاب هذا الراوند كان ممكن ارفين سوى كامباك، ولكن ألتيميتس ممكن ياخذنا لماب ثانية من وراء هذا الكلتش الرهيب من أوتلو رهيب. ريتيك خرافي صراحة، مباراة يعني صراحة مش عارف شو أحكي عنها، رهيب رهيب اوتلو. يعني اخذ 3 كيلز في اول الراوند والان موجود يعني مره اخرى بيتفوق وبياخذ الكيل على زيلوز وبيمنع فريق ارفيان من الفوز بهذه الراوند. يعني زيلوز حاول كل ما مستطاع يعني يستعمل الرولينج ثاندر، ولكن ممكن مفروض يعمل شولدر بيك خليني اقول، ولكن مش مشكل الان زيلوز حاول قدر المستطاع انه يفوز فريقه بالراوند، ولكن متمكن اوتلو صراحه قاعد يقدم في مباراه غير عاديه، يعني خاصه الثري كيلز اللي اخذهم في اول الراوند مش عادي. يعني اي ماي صراحه تحسن ملحوظ بالنسبه لفريق ذا التيميت. والان اعتقد انه في اوبريتر من جانب دانتي يا توكس، فما هي المكان اللي ممكن يختاره؟ هل ممكن بي؟ اعتقد بي ويندو افضل مكان، ولكن اعتقد انه في بوز في هذه المباراه I'm not sure. ولكن الان صراحه هي مباراه تحتاج بوز تكتيكي خليني اقول، يعني خاصه لفريق ارفيال لازم نشوفوا تكتيكال بوز يحاولوا يشوفوا فيها المشاكل اللي صار خاصه في الراوندز الاوائل.
فعلا محتاجين يتكتكوا، محتاجين يراجعوا أوراقهم RVN، لأنه الأشياء اللي قاعدة تصير ألتيميت فوزهم بأكثر من ريتيك، الطريقة اللي بيلعبوا فيها، الثقة كبيرة جدا وعالية جدا عند فريق ذا ألتيميتس، لدرجة أنه RVN مرتبك خايف. وهذه هي اللعبة. يعني أنا كنت دائما أتكلم عن موضوع العقلية، أنت لازم تدخل بالعقلية الصح. ألتيميتس دخل بالعقلية الصح، دخل يعني عقلية أنه لازم ننسى المباراة اللي لعبناها سابقا، نمحيها، ندخل بذا ألتيميتس اللي إحنا معروفين عنه، الفريق القوي، الفريق الوصل للفاينل، الفريق اللي عنده إمكانيات عالية جدا، وكلهم لعيبة جايين من بوكراوندز مختلفة، اللي أوفروتش واللي ببجي، يعني عكس فريق أربي اللي كلهم جايين من CSGO. ممكن هون ستيتمنت برضو مين الأفضل، مش بس فقط لعيبة الـ FPS هم الأفضل. صراحة مباراة فيها كثير على المحك، وأنا مستمتع جدا بهذه المباراة، وأنا حاب أشوف مابات أكثر وأكثر، لأنه فعلا لعيبة عالميا صراحة. مباراة نار نار نار، ولكن ممكن ماب هيفن يا توكس هي تكون مفضلة بالنسبة للألتيميتس، مش عارف مين اختار ماب هيفن، ولكن على ما أظن أنه RVN قويين جدا في المابات الأخرى، فخلينا نشوف كيف سيقوموا بأدابتنج نوعا ما في ماب هيفن. الآن مازال سكور متقارب 10-6، ولكن الآن تشيك عنده البليد ستورم، يبحث على كيلز، يبحث على انتري فراغز، الآن تساعد جدا فريق RVN، ولكن ذا ألتيميتس كالعادة متمركزين بطريقة صح. سوفا موجود في الجارج، جيت بالأوبريتر موجود في الأي لونج، ولكن هذه درون مهمة جدا من فرانكي، بتعرف على 2 أماكن فريق RVN، ولكن أعتقد ما زالوا مصممين على الدخول من جانب الجارج الآن. لكن شوف الأجريسيف بيك اللي كان موجود من تشيك، يبحث على كيلز، يعني عنده السكاكينو يبحث على كيلز، فصراحة مش عارف كيف سيدخل الآن فريق RVN. لذلك سباي كام موجود، لا ننسى أنه أوتلو عنده السلك المتفجر موجود في بومب سايت بي أنترنس، كذلك في الأي شورت. خلينا نشوف RVN slow but steady، عندهم 45 ثانية الآن يا توكس، فهل تعتقد أنه مصممين ما زالوا موجودين دخول على الكونكتر، او سيتم تغيير البومب سايت بي اللي موجود في اوتلو؟ اذا يموت اوتلو اعتقد انه فريق ذا ألتيميتس يكون في خطر كبير. نشوف الدخله من تشيك، الدخله السريعه المفاجئه، ولكن اخ سكينه كان جنب الحيطه، نير حيجيب الكل على اوتلو، حيرمي السموك وحيضطر انه ينتظر فريق ألتيميتس، وهذا الراوند ممكن يحتاجه RVN، صرف كل فلوسه على هذا الراوند، فورس باي وحياء اموت بالنسبه لهم هذا الراوند. فرانكي كأنه حاسس شامم أنه في لاعب حيحاول يجي من ورا، ولكن بنشوف فرانكي يعني هون يكشف أماكنهم ويدخل مع بعض 1-2-3، وادخل يا ألتيميتس ادخل. بنشوف الدخلة، ولكن بريكر كل الأولى والثانية، الله عليك، وزيلوس بالكل الثالثة، RVN يعود، ولا دانتي، لا دانتي قال له خلاص يا عمي انا ساحب حالي ومع السلامه، بريكر سويت اللي عليك، واحنا انا هضطر اسيب الاوبريتر، واهميه الاوبريتر ممكن بالراوند القادم. ولكن شوف تشيك زي مطلع سكاكينو وبالحق فيك يا دانتي، دير بالك. هل لمحوا؟ ما اتوقع شافوا ولا ما شافوا، دانتي شافوا ولا ما شافوا. بنشوف زيلوز جاي يقرب عليه، وممكن تشيك، اتوقع تشيك عارف اسمه، اوه عرفوا فعلا جابوا، وكل مهمه جدا، والاوبريتر راح راوند مثالي زي ما بتحكي اللعبه يا سموث. جيم سينس تشيك، صراحه راوند مثالي لفريق RVN، خاصه بريكر اللي اخذ 3K او اعتقد دبل كيل في البومب سايت بي. صراحه الان فريق RVN استغلال جيد لاماكن البومب سايت بي، اللي صراحه كذلك استعمال يوتيليزيز عاليه جدا من تشيك، الكلاود بيرست وكذلك سموكس من اومن، كذلك استعمال البارانويا شفنا لما فاجأ خصمه بريكر، جميله جدا الراوند الفارت. فخلينا ننتظر الان ذا ألتيميتس، ما عندهمش الاسلحه الكافيه لمنافسه RVN، عندهم الجادج وعندهم الكلاسيكس والشيرف، خلينا نشوف هل قادرين باعجوبه او بمعجزه ما انهم يفوزوا بهذه الراوند ويقتربوا اكثر واكثر للجوله رقم 13 في رصيدهم. خلينا نشوف الان مره اخرى RVN، مره اخرى سلو اند ستيدي، ولكن اعتقد انه بامب سايت بي يحسوا انهم افضل سايت ممكن يدخلوا منه الان يا توكس. شوف تشيك عنده داش، عنده كل شيء، فممكن يحاول ياخذ بيك اب على فرانكي، ولكن خالد نوعا ما اجريسيف موجود في الجارج، هذي ثلاثة من عناصر RVN حاولوا يدخلوا للبومب سايت بي، ولكن شوف المساعدة كانت موجودة من اوتلو سايبر كيج، ولكن فرانكي موت الاول والبحث على اوتلو كسكند كيل، وبطبيعة الحال مش يكون ممكن زرع سبايك الان، ولكن البارانويا رايعة من مو، ياخذ الكيل على نير في الفرنزي، واكزيلوز وتشيك ياخذوا الكيل، ويبقى الا خالد ويموت خالد. لم يبقى خالد، راح خالد، ولكن ممكن هذا الراوند يخلد، لأنه RVN صراحة
كان راوند يعني هو راوند فورس باي او مش فورس باي، كان عندهم بيستلز قدروا يفوزون بس بخساره لاعب واحد، وهذا محتاجينه ومهم جدا للايكونومي. لو تطلع على الايكونومي تاع فريق ار في ان، اقل لاعب عنده 2700، باقي اللاعب عندهم 5800 5400، بحكم فازوا راوندين على التوالي من دون ما يخسروا كثير لعيبه. يعني الراوند الماضي خسروا 4 واللي قبله 4، فهذا الشغله هاي كثير مهمه، الايكونومي جدا مهمه. والحين بتشوف تغيير من ار في ان ممكن يسوي ازعاج، هالمره كان دائما ازعاجه على البي، هذه المره الازعاج على الاي، وحيروح عند اوتلو اللي هو يعني ملك الازعاج. والله اوتلو ملك الازعاج وملك الكلاتشز، خليني اقول وملك ال1 في 2 وال1 في 3. اوتلو رهيب جدا في هذه المباراه، ولكن يا توكس المشكله انه ار في ان بيقترب شيئا فشيئا من معادله في هذا السكور. ولكن شوف خالد يفيق في الويندو والشوك دارت من نير بياخذ الكيل على خالد، صراحه استعمال اروع من رائع، فعلا ذكي، استعمال ذكي. كان عارف اللاعب على يمين واعطاه بندت لايك بيكهام وضربها بثلاث حيطان وجابها يعني في راسك يا خالد. اللي كان بحاول يعمل بلاي ممكن كان مجازفه من ذا التيميتس، انا كنت ضدها لانه ممكن تكون سربرايز. بنشوف الالتيميت والدخول بالسموك، هل ممكن يزويها؟ بنشوف الالتيميت ولكن ما حتزبط معه. شوف فرانكي، لكن هم ما بيعرفوا عن اللاعب اومن اللي دخل اوريدي بريكر، حيجيب هافوك مره اخرى. الكل على اوتو فرانكي، اخر شيء حيجيب الكل على بريكر وتشكو، كل على فرانكي دانتي وتشكول. انا ضعت بالكلات، كل ورا كل ورا كل، لم يتبقى غير لاعب وحيد اللي هو دانتي. ما الذي حدث في هذا الراوند؟ الكلات كانت اسرع من يعني اللسان صراحة، كيل ورا كيل مثل ما كنت تحكي. والآن نفس السيناريو لدانتي، يبقى وحيد بالأوبريتر، ولكن هذه المرة يا توكس لازم يدافع دانتي، لازم يقوم بمعجزة، لازم يفرجنا في بلاي، يفرجنا صراحة في 1 في 3 رهيب بهذا الأوبريتر. فعلها الكثير من البرو بلايرز، فعلها الكثير من الناس في التورنمنتس. هل ممكن قادر أنه يمنع بلانت لهذه البومب؟ دانتي 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 بالأوبريتر بيستعمل بلايد ستورم. دانتي هل يفعله؟ ولكن نير خل وابقى في مكانك يا ولد، ويفوز بالجولة التاسعة فريق الفيل. تعرف يا سموث ان بلانت لسبايك اتى 4 seconds.005، كان على اخر ثواني يعني الله ستر فريق ار في ان، كان ممكن يخسر هذا الراوند. انا كنت متبع على الوقت لانه ما كان في وقت، ولكن الله ستر لانه اتوقع ار في ان هم كان نفسهم بعدوا اجزاء الثانية. ولكن راوند ممتاز من ار في ان، وذا التيميتس اتوقع ضاع. يعني ار في ان دخلته كانت كل ورا كل ورا كل، ما لحقت تستوعب الفكره. ذا التيميتس ممكن راوند الكمباك سموث. وكنت بحكي لك توكس انه ار في ان لما يصير سواب لجبهه المهاجمين يكونوا اقوى بألف مره، وخاصه انه هذه الماب بتفضل المهاجمين. فالان فريق ار في ان وجد نوعا ما السكه اللي يمشي عليها في هذه المباراه. هذا نير موجود بالدرون يتعرف على ممكن مكان خالد في البومب سايت بي، هل يحالف الحظ؟ لا، ما فيش ولا انفورميشن على البومب سايت بي. ولكن مره اخرى ديفولت سترات كالعاده يتروى فريق ار في ان. ولكن شوف اوت لو نوعا ما بوشينج وبيكينج، ولكن كزيلوز وتشيك بالدبل كيل لار في ان. ماذا يحدث؟ يعني شفنا عكس هذا السيناريو تماما في الفيرست هالف يا توكس. فعل يعني هون بنشوف فريق ار في ان بيلقط فريق ذا التيميت واحد تلو الاخر، هل هو ضعف بالديفندر سايد ام هل هي قوه من الاتاكر سايد عند ار في ان؟ وشوف مره اخرى زيلوز، ما شفنا التريد كيلز كثيره عند ذا التيميت صراحه، بنشوف ريتيكس يعني فرديه من ذا التيميتس. ممكن هذه المشكله، يعني ذا التيميتس ما شفنا ممكن راوند او راوندين شفنا ريتيك جماعي، ار في ان يمكن ما بسمح لالتيميتس انه يتخذ هذه الخطوه. فشو برايك بيصير يا سمود؟ هل هي نفس ما قلت لك قوه اتاك من ار في ان ولا ضعف من ديفندرز لفريق التيميتس؟ صراحه خليني اقول انه ضعف في الديفندنج نوعا ما من التيميتس. حاسس انهم يعملوا في بيكس زايده نوعا ما، يعني يحاولوا يعملوا بيكس، يحاولوا ياخذوا ايرلي كيلز، ولكن مش هذا المطلوب. المطلوب انك يعني بتلعب سيف، بتنتظر انه فريق ار في ان بيقوم بخطا ولا يحاولوا يعملوا رش على السايت وتعمل ريتيك بطريقه نظيفه. والان اللي قاعدين نشوفه فيهم فريق ذا التيميتس انهم كل مره يحاول يبايكوا يعني من السي من الاي ويخسر الدولز، وهذا نفس الخطا اللي وقعوا فيه في البيست اوف 3 الفارط. فلازم الان تتروى، بتنتظر، بتلعب سلو، بتنتظر فريق ار في ان انه هو يدخل وبتعمل ريتيك صحيح من فريق ذا التيميتس. ولكن شوف الان يعني دخول ممكن يكون على البومب سايت اي من جانب فريق ار في ان، ولكن لحظه سايفر ضد سايفر، وافضل سايفر هو اللي تفوق وهو اوت لو بطبيعه الحال. سباي كام بيستعملها مره اخرى الان، ولكن شوف دانتي 8 اتش بي الان
فروم ذا شادوز موجوده من اومن وممكن دخول البامب سايت اي الان. السلام السكاكين من تشك حيجيب الاول ممكن يجيب الثاني. يوه الشوك دارت حيضطر يتراجع يغير السلاح ولكن نير مره اخرى بالشوك دارت حيجيب كل. برافو النير اللي يعني استخدامه للشوك دارت دائما يجيب فيه كلات وبريكر جاي. طبعا كان في فلانك من ورا ولكن خالد متابعين عليك وعارفينك وفاهمينك وعارف ان قارئها صح. للحين في الاتاكر سايد هل ذا التيميتس حيتراجع 2 على 4 سوف لو اتش بي اتوقع حيكون التراجع بالفعل. العبها على السيف ما في داعي للمجازفة مرة أخرى. آر في إن ينتصر في هذا الراوند اللي يعني ألتيميتس مرة أخرى واحد تلو الآخر بيموتوا. يعني ما شفنا ألتيميتس بيموت مرة واحدة, ما شفنا ألتيميتس بيدخل مع بعض, ما شفنا الألتيميتس اللي بالعادة بشوف بالأتاكينج. صح إنه أوتلو ما زال يعني في هيمنة شوية على هافوك باك أند فورت, يعني مواجهة من نوع آخر بين هافوك وأوتلو, ولكن ذا ألتيميتس الجماعية غير موجودة في الديفندر سايد حاليا. بالضبط صراحة غريبة جدا يعني كامباك ولا أروع ممكن نقول من RVN. أعتقد من 9-4 سكوربورد على ما أظن عودة فريق RVN صراحة غير عادي الآن. ومشكل بالنسبة لفريق The Ultimates اللي خليني نقول ما فيش تواصل, ما فيش تفاهم بين اللاعبين, ما فيش العمل الجماعي اللي شفناه وقت اللي كانوا مهاجمين. صراحة غريب ما يحدث بالنسبة لي The Ultimate. شفنا Outlaw كل مرة يحاول يبيك من الـ A short بياخذ كيل صحيح, ولكن الباقي صراحة غير قادر انه يربحوا الدولز. يعني شفنا بريكر بياخذ كيل واثنين من دون اي مشكل, شفنا كزيلوز كذلك بالبريتش يعني بياخذ 3K بكل سهولة. ماذا يحدث بالنسبة لفريق The Ultimate؟ وكذلك صراحة شاتاوت ولا الشاراوت خلينا نقول لنير اللي استعمال الشوك دارتس بطريقة مبدعة جدا من هذا اللاعب سوفا. واعتقد افضل سوفا في هذه المباراه الان يتوكس قاعد اوت بيرفورمينج الاذر سوفا صراحه. بالفعل وتاثيره واضح على الجيم, كلات كثيره, استخدام السكيلز بطريقه رائعه للدرونز, كل شيء يعني ماشي صح بالنسبه للاعب دير اللي هو يمكن الام في بي اذا فاز RVN في هذه المباراه. ولكن خلينا نرجع لالتيميتس اللي عنده تغيير في الخطه. بنشوف سايفر باتجاه البي في بوش من سايفر, اخذ انفو كثير اللاعب اوتلو. انا مركز عليه بالميني ماب لانه صار واصل ويندو تاع البي, ولكن اوريدي تشيك برضه وصل ايبو مسايد. شوف متوقعين انها سي, متوقعين انها سي, ولكن ايه صارت كلير. وهون الروتيشن المجازفه من فريق ذا التيميتس, ولكن القراءه ولا اروع من RVN. هل تشوف ريتيك ولا لا؟ خلينا نشوف تشيك بوش ورا سموك. اوه يا تشيك 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 الله الله الله. اتوقع انه ذات مضطر انه يتراجع ويسيب اسلحته لانه 2 ان 5 اتوقع صعبه جدا مره اخرى. ذا التيميتس مش لاعبينها صح. اوه شوف التايمينج, شوف التايمينج يا توكس غير عادي منها فوق. ويبقى الا مول ان في الهيفن صراحه في موقف صعب للغاية. يعني تشيك هو اللي فوزهم في هذه الجولة. هافوك البيك في الوقت المناسب والجولة رقم 12 لفريق RVN. ملا كامباك, ملا يعني ثقة في النفس من فريق RVN خلتهم يرجعوا للمباراة بكل هذه السهولة. صراحة خليني نقول انه ممكن نحبش نقول انه البوز التكتيكي هو اللي رجعهم في المباراة, ولكن مش عارف ماذا صار في البوز صراحة. يعني تحول من فريق RVN في هذه المباراة يعني من دون أي جولة فريق The Ultimates بتاتا. يعني ممكن جولة أو اثنين أخذوها لما صار السواب, ولكن غير عادي غير عادي فريق RVN. تشيك شفنا يعني الدبل كيل, خرج من سموك أخذ الدبل كيل بكل سهولة. يعني بيبريدكت بيتوقع تحركات فريق The Ultimates. شفنا مثل ما قلت فيك تحرك إلى السي, يعني أوتلو كان متوقع أنه الأي بتكون يعني حاول يلعب نوعا ما اجريسيف مثل ما عودنا يا توكس, ولكن ما حالفوش الحظ يلقى نفسه ساندويتشد نوعا ما وأخذ عليه الكيل. هافوك صراحة مش عارف فريق The Ultimates تفصلهم جولة وحيدة على الفوز فريق RVN. فهل يكون في كامباك الان يا توكس؟ هل يكون في ادابتيشن في هذه الجولة الأخيرة من فريق The Ultimates؟ ما نظنش صراحة, ولكن ما زال في أمل. نعرفش صراحة, مش عارف ما هي الطريقة الأفضل لازم يعتمدوها في هذه الجولة الأخيرة. فعل ما هي الطريقة؟ ما هو الحل يا Ultimates؟ خسارة ممكن 6 أو 7 راوندات على التوالي, مشاكل, ما في جماعية, ما بنشوف ألتيميتس اللي شفناه بالأتاكر سايد. ممكن يعني الغالب كان لما كانوا في الأتاكر سايد كانوا يجيبوا انتري فراغز, كانوا يسرقوا كلات, كان في individual plays, كان في يعني فرديات قوية صراحة من ألتيميتس بالأتاكرز. ولكن انت كديفندر الفرديات صعبة جدا لما يدخلوا عليك فريق كجماعة. استخدام أبيليتي الصحيح, قراءة للماب صراحة. لو نطلع على المايند جيمز أو يعني مواجهة الليدرز بين فريقين, أتوقع RVN متفوق حاليا, والسكور يتكلم عن ذلك لأنه فعلا
هو بريكر اتوقع الان جيم ليدر لانه فعلا متفوق من قراءاته صح. كل مره بيدخلوا على بوم سايد بيلاقوا فيها واحد او الثاني جاي لسه متاخر. ف التيميتس ما الذي يحتاجه؟ ممكن الجماعيه، انا برايي يلعب، يحاول يلعب ريتيك مع بعض. بالضبط بالضبط، تحاول يعني كما نقوله بتعطي سايت مثلا البومب سايت اي وتحاول تلعب على ريتيك اللعب الجماعي اللي عودونا به ذا التيميت. وكذلك ما شفناش دانتي على الاوبريتور، او شفناه على الاوبريتور لكن كان يخسر كل الدوز، ما شفناش انتري فراجز بهذا الاوبريتور. لكن لاحظ الان فريق ار في ان ممكن يفاجئوا خالد، ولكن شافهم الان يستعمل الفلاش، ولكن مره اخرى دخول للبومب سايت سي، دخول بالفعل مع بعض عزيزي، ولكن ألتي ممتاز ما في متابعة، حرام خسارة هذا الألتي بلا متابعة. ولكن شوف بريكر الوحيد اللي ما اتأثر بالألتي مو حيجيب أول كيل، وخالد معاه يا سلام الكروس فاير، الله على الكروس فاير يا سلام، وهبك موجود بحاول نرجعها، ولكن أوتلو خالد يا الله يا ألتمت من زمان من زمان يا ألتمت كنا ننتظر لقطة زي هاي جميلة كروس فاير، والأول مرة نشوف كروس فاير رائع. استخدام الألتيميت صراحة الرولينج ثاندر كان تايمينج مثالي، لأنه أربك فريق أربع أنه أخره في الدخلة اللي سمح لذا ألتيميت أنه يتمركز صح، ما شيكوا مكان مه اللي كان ذكي جدا بالتعامل. وتعرف شو اللي صار في تكنيك اسمه بيتينج ذا شوتس، فكان مه أول ما يطلع يضرب كل يعني يجيب كل يستخبى يطلع يحاول يقتله مه يطلع خالد يجيب الكل، فكانت يعني تريد فراغز وكان راوند مثالي من ذا ألتيميتس. وممكن نشوف أوفر تايم لأول مرة، ممكن نشوف أوفر تايم، ولكن هذا اللي كنا ننتظره فيه من فريق ذا ألتيميتس. في الأخير لعب جماعي، استعمال الرولينج ثاندر رائع من جانب خالد، ولكن شوف تشيك الآن صراحة يحاول ممكن بنفسه ينهي المباراة الآن، يحاول ممكن يأخذ أنتري فراغ بهذا الأوبريتر يسهل أكثر وأكثر بقية الجولة لفريق RVN. ولكن لاحظوا أنه أعتقد موه لو HP من جانب فريق The Ultimates، ممكن صار الوال بانجينج أو شيء من هذا القبيل. ولكن صراحة The Ultimates إذا يعيدوا نفس الكرة، إذا ممكن يلعبوا على الريتيك أكثر أو يختاروا السايت يعني يبريدكت فيه الراش من جانب RVN تكون أفضل. لكن خلينا نشوف الآن تشيك بي الأوبريتر هل قادر أنه ممكن بيأخذ بيك على موه في البومب سايت سي. أوه دانتي بيجاوب بسرعة يأخذ الكيل على هافوك وخاليد كيل الثاني على كزيلوس. ماذا يحدث الآن؟ ممكن جولة أخرى للألتيميتس فعلا، يعني الأجريسيف بلاي صراحة من الألتيميتس. فاجأ فريق RVN في هذا الراوند وصفت 3-2. RVN ما في وقت، 25 ثانية بتضل يروح على الجراج، ولكن فرانكي متمركز صح، فرانكي الأول ولكن الثاني من تشيك، وتشيك لحاله 1-3. شو ممكن يعمل البي بوم سايت كنير، ولكن وصل أوتلو مضطر يروح. بنشوف تشيك متجه للأي بوم سايت، ولكن دانتي بالانتظار، دانتي موجود، دانتي ما في وقت كتير، مضطر يعمل بلانت، ولكن دانتي ياخذنا للأوفر تايم. وين كان هذا الألتيميت؟ وين انت كنت فين يا ألتيميت؟ انت كنت فين؟ وعاد يعني عاد، ولكن عاد متأخر، على الأقل وصلنا لأوفر تايم. شو اللي صار بهذا الراوند يا يعني ذا ألتيميتس بينتظروا RVN يوصلوا للماتش بوينت مش انهم يعني يعودوا في المباراة؟ مش فاهم يعني وين كان موجود هذا الشيء يعني من جانب ذا ألتيميتس. يعني صراحة لعب بالنار خليني أقول من فريق The Ultimates، ولكن في الأخير يتمكنوا من الوصول إلى الأوفر تايم. والآن خلينا نشوف فريق The Ultimates يكون من جبهة المهاجمين، وهذه خليني أقول most successful place اللي يلعبوا فيها فريق The Ultimates إنها مهاجمين. فخلينا نشوف كلهم بالفاندلز والفانتومز الآن هل قادرين أنهم يعيدوا نفس سيناريو الفيرست هالف فريق The Ultimates؟ هل كامباك وبعده كامباك يعني الآن يعني بنحكي على دبل كامباك صار في هذه المباراة. صراحة مباراة مشوقة للغاية بين The Ultimates و RVN. والآن فريق The Ultimates عودونا بقوتهم كمهاجمين، ولكن لاحظ تشيك بيخير أنه يأخذ أوبريتر من دون أي يوتيليتي، من دون أي لايت شيلد. فهل بش يكون ناجح هذا القرار أو لا؟ نعرف أنه أوبريتر قوي جدا كمدافع في الماب هيفن، ولكن خير أنه يكون موجود في الجارج، ممكن يأخذ بيك على فرانكي. خلينا نشوف هل تشيك ممكن يفعل هذا الأوبريتر بيكون سكسسفل. ولكن الآن فريق The Ultimates عودونا على نوعا ما جروبينج أكثر منه ديفولت ستراتس، عودونا على الدخول الجماعي واستعمال الأوتيليتيز طريقة جميلة جدا، ولكن شوف حذرهم كبير من هذا الأوبريتر. هالمرة عندنا الألتيميتس بالأتاك سايد، خلي نشوف تشيك ممكن يسرق قل تشيك، ولكن ما أتت الشوت
كانت قريبة جدا. هل ممكن يطلع؟ قال أروح ما أروح، بالآخر حيرجع دانتي حاجيب الانتري وأنا حيدخل على البيبوم سايت مع بعض جماعة The Ultimate Havoc 1-2-3. ولكن دانتي كان موجود، ولكن لك في لاعب زيلوز، زيلوز موجود وتشكي بكل دخلين على زيلوز، ما بيعرف حبسيشن، ولكن زيلوز حيجيب له كل. دانتي مرة أخرى بالتريد فراغ 3-2 لو اتش بي عند اللاعب. طبعا بريتش يشوف موه بيسوي فيك انه عمل تلبورت، ولكن 3-2 شوف التايمينج. دانتي ولا تشيك؟ من سيقتل منها بالسكاكين، ولكن تشيك قال له انا اقوى. اوه خالد بالون تاب على بريكي قال له استريح انت رايح فين، وتشيك هون حيضطر انه يدخل 2-on-1. شوف يمكن يلعبها، عارف الاول وين، عارف الثاني، حاسس الثاني وين موجود. موه 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 يا سلام، موه 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 اوه والتيميتس بالاتاكرز والجيم سنس نفس ما قلت. كيف الاتاكين كان ولا اجمل مرة اخرى من البي الى الاي وار في ان بتعمل ايه؟ من البي الى الاي صراحة جميلة جدا من فريق The Ultimates. شفنا جيت ضد جيت اللي في الأخير فيز بيها تشيك، ولكن ما كانش قادر إنه يعمل الكلاتش 1v2. جيم سينس رائع من موه، الكروس هير بليسمنت كذلك رائع جدا. موه 26 كيل في هذه المباراة، يعني رهيب ومرعب جدا هذا الأومر. ولكن مرة أخرى The Ultimates ممكن في أسوأ مكان يخيروه في هذه الماب وهو المدافعين، ولكن شوف دخول 5 من فريق RVN للبومب سايت أي، ممكن يندموا على هذا الشيء. توكس يستعمل كلاود بيرست داش يبحث على كيل تشيك، ولكن زيلوز يأخذ كيل الأول على أوتلو، والآن 4-5 يعني بشي تم زرع سبايك، يعني فول رش على البومب سايت أي. فعل قال رش يولو، وبالفعل جابوا كلين هون ار بي ان، والمفاجاه والرش السريع اذا ما ضبط معك السلو الحل هو الرش، وار بي ان يرشرش على البوم سايت. ايه هل في فلانك؟ ما في اي فلانك، بنشوف الفلانك زي من بريكر التايمينج. بريكر حجيب الكل، خلاص اتوقع الراوند منتهي لار بي ان، وحنروح للسكند اوفر تايم الا اذا مو طبعا له كان راي اخر. خلينا نشوف هبوك، بريكر حجيب الكل. يا سلام يا بريكر على هذا الفلانك مثالي، ما خسر ولا لاعب يا سموث. شو هذه المباراه؟ ما هذه المباراه؟ يعني اللي يلعب كمهاجم هو اللي يفوز بالراوند، هذه خلاصه الماب، هذه خلاصة الماب يا توكس، اللي يلعب مهاجم هو اللي يفوز بالراوند. يعني شفنا من دون أي مشكل بيعملوا راش 5 لاعبين على البومب سايت أي، بيستعملوا كلاود بيرست جيت على السايت، بيستعملوا أومن سموكس على الهيفن والكونكتر، وخلاص بندخل السايت وبنستملك السايت وبنسيطر على السايت وبنربح الدولز من دون أي مشكل. وهذا اللي قاعدين يقوموا به الاثنين فرق، يعني صراحة مش معقول يعني سهولة نوعا ما اللعب كمهاجم بالنسبة لهذين الفريقين. وشفنا كذلك لا تنسى انه دانتي اضاع فرصة الكل يا توكس اللي ممكن كانت تفوز فريق The Ultimates على فكرة. بالفعل بالفعل هذه نقطة مهمة يعني لازم ان منيح انك ذكرتها، لانه فعلا كان ممكن يفرق معاهم الراند. ولكن شوف تشيك عنده فول انفو انه السي كلير بهذه البوش اللي عملها، وبنلاحظ تشيك بياخذ اجريسيف بليز فيها ريسك كبيرة. ولكن خلينا اوتلو، هل حيعمل ازعاج؟ شوف هون كان بحاول يعمل بيتنج لهافوك، ولكن هل حيتوقع زيلوس موجود ولا لا؟ تتوقع انه يتوقع؟ هل تتوقع انه اصلا بيدخل وبيعمل بوش؟ يعني صراحة تكون عنيف جدا من جانب اوتلو، ولكن اعنف منه هافوك، بياخذ الكيل على خالد. ومرة اخرى فريق زيلوز بياخذ الكيل على اوتلو الثاني، والدبل كيل ليك زيلوز 5-2 الان. ومرة اخرى RVN قاعدين يفوزوا الان بالجولة، راوند 5-2. هل ممكن الالتيميتس يرجع فيها؟ فرانكي اوريدي ب 90 و 30 على اللايت شيلد، ولكن في اثنين جايين من الخلف ونير كمان كل. هل احنا قلنا تتوقع انه يتوقع؟ ما توقعوا، وكان زيلوز بكلين وبرافو، يعني هولد ممتاز. البريشر يزداد، الالتيميتس خسروا الاتاكر سايد اللي هو جدا مهم. هل ار بي ان ينهيها ولا لا؟ صراحه مباراه ماراثونيه، يعني تصور اذا ار في ان بيخسر هذه الجوله كاتاكر صراحه بيكون سيناريو غير عادي. يعني بنذهب لتريبل اوفر تايم صراحه. ذا التيميتس ضيعوا فرصه الفوز كمهاجمين، وكان في خطا كبير موجود، ولكن زيلوز صراحه كان متفوق جدا، بياخذ الدبل كيل بكل هذه السهوله في الاي شورت. كنا نتوقع انه اوتلو باش يقوم بمثل هذا البوش، ولكن الايم ما كانش موجود، خذلوا الايم نتاعو اوتلو، والان RVN تفصلهم هذه الراوند فقط للفوز بالمباراه الثانيه من هذه البيست اوف 5 سيريز. صراحه المباراه
كرات نارية جدا، ولكن ممكن دانتي يكون كذلك نار بهذا الأوبريتر ويخذ انتري فراغ بتساعد فريق The Ultimates في العودة. الآن هذا الدرون بيختبئ دانتي، ولكن هل الدرون مكمل يشق طريقه الآن؟ دانتي ويضيع الأوب ويضيع الكيل ويضيع ممكن أمال The Ultimates بالعودة في المباراة، وتشيك بالكيل الثاني على مو. راحوا اهم لاعبين ووقع اوتو حاول يدخل، ولكن متوقع ار بي ان هل انهى المباراه؟ هل انتصر على ذا التيميت في هذه المباراه؟ فرانكي بيقول لا استنى يا توكس خليني احاول اعمل الكلتش، وبنشوف الدخله مع بعض باتجاه السي، وفي بريكر ماسك الفلانك، عارفين انه ولا يمكن يكون في لاعب جاي من السي لونج، وبريكر حيجي من الرايت فلانك، الجيم سنس العالي عند هذا اللاعب، وكشف المنطقه والفلاش والدخله من خالد، اوه ضربوا الليك شوت والكل الاولى والثانيه، ما الذي يحدث لار بي ان؟ بريكر مضطر انه يدعس في لاعب السي لونج ولاعب في الجراج، ولكن صعب يتوقع خالد قنبله عاميه، ولكن بنشوف الفول ديفيوز، هل في بلاي بريكر التايمينج كيف؟ ما الذي يحدث؟ لا 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 لا، ما الذي يحدث يا خالد؟ ما الذي يحدث يا خالد؟ يا ساحر يا مارد، 14-14 ريتيك 2 على 4، هذا لا يحدث كل يوم. ذا ألتيميت فعلا فريق يستاهل ليوصل للنهائي، يا الله انا يعني لا تعليق يا سمود. خالد كلاتش كلاتش كلاتش، الوقت اللي بيحتاجه فريقه بيجدوا خالد اللي بيساعدهم الان في ديفيوز البام. صراحه ريتيك ولا اروع من فريق ذا ألتيميت، ممكن كان خطا موجود من لاعبي فريق ارفيان اللي قعدوا على قيد الحياه اعتقد بريكر واكزيلوز، ولكن صراحه يعني روعه من جانب فريق ذا ألتيميت. الان خلينا نشوف من سيفوز بهذا الاوفر تايم الثالث، يعني او الرابع الثالث بالضبط، هذا الاوفر تايم الثالث، وكلا الفريقين خسروا الاتاكينج سايد، يعني صراحه غريبه جدا. ولكن لاحظ الان فريق ذا ألتيميت مره اخرى دخول بكل سهوله، هذا الفلاش ممكن يكون من خالد بيجد بريكر، ولكن بريكر اسبق منه بياخذ الكيل على خالد، والدخول البومب سايد سي 4 ضد 4 و4 ضد 3 و4 ضد 2 يعني والله شيء غريب. وزيلوس لا تقول لك مرة تيك 2 على 4، بنشوف ألتيميت قاعدين يسووا نفس خطة ار في ان، قال لهم انتوا جبتوا علينا الراد من السي واحنا حنجيب عليكم السي، ومين السي تاعتهم اقوى؟ هافوك دخل، هافوك هو ممكن يدخل سنيكي، هافوك جاب الكل، وزيلوس جاب الكل، لا 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 خلاص خلاص خلاص، ما هذه المباراة 4 على 2 ريتيك من اولها ومرة الاخر، يقول عليهم يعني انتوا اشطر منا؟ لا يا حبيبي احنا حنسوي عليكم ريتيك 4 على 2، يا الله على هذه المباراة. مش معقول السرعة 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 في الريتيك من فريق ارفيان، بيربح الراوند رقم 15. ماذا يحدث يا توكس؟ تريبل اوفر تايم، كل الفرق يعني متقاربين جدا في المستوى، صراحة غير عادي. ولكن ذا ألتيميت مرة أخرى بيضيع فرصة الفوز كمهاجمين، ولكن عودونا كمدافعين، خاصة خالد في الجولة قبل الأخيرة كان غير عادي بالدبل كيل والديفيوز أو حتى التريبل كيل على ما أظن. فخلينا نشوف هل ارفيان مرة أخرى 5 مان ستاك 5 مان راش على البوم سايت اي، أو يلعبوها بطريقة كلين مثل ما عودونا. شوف تشيك هذا السايبر كيج موجود، ممكن نشوفه بيك على الاي لونج، دانتي بيضيع الاوب شوت مرة أخرى، لكن أعتقد يكون في خطر، بيرجع بيعمل ديزنجيج بالأب درافت الآن، ولكن ممكن يبيك مرة أخرى دانتي، خلينا ننتظر، يبيك على الاي شوت، ولكن تشيك وبريتش موجودين في الاي لونج. خلينا نشوف هل ممكن يصير دخول الآن، أعتقد البومب سايت توكس هو تركيز كلا الفريقين. سبلت اي سبلت اي ولا فيك اي، موجود دانتي الأوبريتر خطير القناص دانتي بالانتظار، وتشيك ولا حتكون دخلة الشوك دارت ممتازة كمان واحدة، يا سلام يا الله اللعب على الاكسبيرينس، خلوا دانتي يرجع للوراء ويخاف، وكمان مرة حيكشف، ولكن ما زال شوف كيف خايف اللاعب دانتي بعد ما ضربوه أكثر من مرة، أحاول يدخل تشيك ولكن مس شوت والدخلة من ار في ان ممكن يجيب الكل، هل دانتي ما زال عايش؟ دخل خالد جاب الكل وجاب كل ثانية، ولكن فرانكي وزيلوس ماذا يحدث؟ زيلوس صفتهم واحد ورا الثاني، اصبحوا واحد على واحد، زيلوس لو اتش بي 30 ثانية، اخ انا ارتفع ضغطي ما بالك اللعيبة، نشوف الوقت ولكن نشوف الجيم سنس عند مو حينتظر متوقع البوش، يا الله مين يجيبها؟ لا 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 لا، هذا اللاعب زيلوس
كان معروف بلقب اسمه شانكس، وكانوا لقبوه في الدبابة بالتانك. يا الله فعلا دبابة، شو هذه المباراة يا سموث؟ أنا يعني يا ريت الكاميرا ترجع علي أو أرجيكم تعليقات وملامح وجهي، لأن هذه المباراة آخ أنا صراحة حترك لك الكلمة الأخيرة اللي شفناه، واحدة من أفضل المباريات. سموث حدثني وخذ راحتك بالتحدث، لأنه أنا مضطر آخر طاقة الأنفاس وبعد روح الفيديو اتكلم يا سموث، روح يا سموث. بتحتاج راحة صراحة. مباراة غير عادية خارجة عن نطاق المعقول بين هذين الفريقين، مستوى متقارب جدا، خاصة تريبل أوفر تايم. من كان يتوقع أن نصل لتريبل أوفر تايم؟ يعني وشفنا كان الفريقين بيخسروا جولاتهم كمهاجمين في الأوفر تايم، يعني وشفنا خالد وشفنا دانتي صراحة دي كان بيمس الكثير من الشوتس يا توكس، كان ممكن يفوز فريقه. يعني كل مره بيبيك بالاوبريتر كان بيضيع الشوتس. اعتقد انه مش في نهاره مثل ما نقول دانتي مش افضل مردود كان يقدمه هذا اللاعب من فريق ذا التيميتس، ولكن ذا التيميتس تحيه للفيرست هالف اللي قدموه، يعني اداء مرعب جدا. ولكن ارفيان تحيه كذلك، خليني نقول في الثقه في النفس وذي بليف انهم قادرين انهم يعودوا في المباراه. صراحه غير عادي هذا الفريق ارفيان، والان السكور هو 2-0. خلينا ننتقل للاستوديو التحليل يحكي لنا اكثر عن هذه المباراه العجيبه الغريبه اللي تمتع الأعين صراحة. فالكلمة ليك يا كول سيستم. يعطيكم العافية سموث توكس، وفعلا أطول وأحلى وأكثر مباراة تقاربا لحد الآن بقدر أحكي بثقة في سترايك أريبيا. شفنا وجه جديد من The Ultimates، مش عاد دخلوا صدموني بصراحة، أنا توقعت RVN هم اللي يكونوا مسيطرين. أخذنا فكرة أخرى أنه هيفن ماشي للأتاكر سايد، لكن شفنا كل شيء في هذه المباراة. شفنا الديفندرز بيفوزوا، شفنا كلتشز، شفنا إنسين هيد شوت، شفنا 2v4s 1v4s، كل شيء متواجد في هذه المباراة. 2-0 حاليا لـ RVN، وبتمنى انه تيو ما يكونوا طلعوا كل شيء عندهم بالخزان ويقدموا لنا مباراه افضل، أو مش افضل لانه هذه كانت رائعه، لكن يقدموا لنا فوز عشان نشوف مباراه اكثر بين هذه التو سكوادز العجيبه. كي اس اي لورد، رايك بهذا الاداء؟ يا رجل مباراه من افضل المباريات اللي انا شفتها بصراحه، يمكن هذه افضل مباراه شفتها في البطوله كامله، الجيم كامل، وانا على اعصابي بامانه ما اكذب عليك، يعني كنت على اعصابي وكنت متحمس وأشوف الكلات. وزي ما أنت قلت يا كول سيستم، نشوف شفنا جميع أنواع الدولز، شفنا 2-4، شفنا 5-1، شفنا 3-2، جميع أنواع الفايتات شفناها في هذه المباراة. ولكن خليني أتكلم وألقي نظرة وأحط السبوتلايت على الاستراتيجية اللي اتبعوها فريق تيو. فريق تيو مشيوا على استراتيجية إلين تقريبا إلين راوند 12-13، وكانت هذه الاستراتيجية ماشية تمام، اللي هي فريق تيو بيستخدموا السموكات على السايد من الجت ومن الأومن، بيخشوا يزرعوا السبايك، ثم بعدها بيطلعوا برا البوينت أو السايد، بيخلوا واحد بس اللي هو الطعم، اللي حتى لو مات هذا الشخص بيعطي انفو لفريقه انه ترى فريق RVM بيخشوا من السايد الفلاني او الفريق او السايد او المنطقة الفلانية. وهذا الشيء مشي معاهم تقريبا حتى الراوند زي ما قلت لك 11-12. ولكن بعدها اللي صار طبعا صار تاكتيكال بوز من فريق RVN، واتوقع انهم عرفوا هذه الاستراتيجية وتكلموا في هذا الموضوع وقالوا لا هنا في مشكلة لازم نحل هذه المشكلة، لانه كانت الاستراتيجية ماشية بنسبة 80% من الجيم، ونفس الاستراتيجية بتتكرر مرة ورا ثانية، وهذا كانت قاعد تعطيهم الراوندات ورا بعض. فريق RVN كان اقتصادهم مضروب جدا، وتكلموا عن هذه الاستراتيجية وشفنا فعلا انه لا نفع التاكتيكال بوز اللي طلبوه فريق RVN نفع جدا. كان السكور تقريبا 9-4 او 10-4 لصالح فريق تيو، فجاء في الوقت المناسب اللي انقذ فريق RVN ورجعهم الى حد ما. وصارت نقطة لازم أتكلم عنها اللي هو في الراوند الرابع، فرانكي من فريق تيو واللاعب نير من فريق RVN. كان فرانكي عنده طولة بال جدا جدا جدا، صار مايند جيمز رهيب جدا بأمانة، اللي هذه النقطة أنا بصراحة عجبتني كل شوية. حتى أتوقع توكسيدو بيتكلم عن نفس الموضوع، أتوقع هذا الموضوع نفسه جاء في باله. كل شوية نير بيحاول يسوي فيك ديفيوز، بس فرانكي يقول لا هذا فيك ديفيوز. يا كان لعب اسطوري، يعني
الاثنين بيعرفوا بيقروا بعض، هم عارفين انه هو بيسوي فيك ديفيوز وفرانكي عارف انه هو بيسوي فيك ديفيوز. كانت مايند جيمز، كانت مايند جيمز رهيبه جدا. وطرف النهايه نير انه يتراجع، ما قدر، ما بقي وقت، ما بقي حاجه، اضطر انه يتراجع من السايت ويعطي الراوند لفريق تي يو. يعني واو يعني شفنا كل شيء نفس ما حكيت لك كي اس اي لورد، من كلتشز لا فيكس لا مايند جيفز، شوك دارت خرافيه خاصه من هذا النير. على سيره الاستراتيجيه اللي انت حكيتها من تي يو، انه كانوا بيعملوا رش للبلانت سبايك، يا الله الكلام تخربط معي، للسايت ايه، كانوا بيسووا رش بطريقه خرافيه. شفنا وقت التعادل لما كان 11 11 ل 12 12 استخدموا نفس الاستراتيجيه ار في ان، شفنا السرعه بالتطبيق ودخلوا بدون اي خوف مع انه تعادل 12 12 وقدروا يطبقوا نفس الاستراتيجيه. تكسيدو بعرف انه عندك الدفتر جاهز، نوتس كثيره، فخبرنا عن هذه المباراه. والله اول شيء حبيت اشكر الفريقين على الاداء الروعه اللي قدموا لنا اياه. احنا نعرف ان ار بي ان كانوا اقوياء في الديوالز، لكن ان تي يو يرجعون ويسوون تشالنج على ار بي ان ويستخدمون ستايلهم ضدهم، هذا شيء الصراحه رهيب. يستخدمون قوه تكسيدو، كانوا يسوون، عذرا على المقاطعه بس حخبرك انه تقريبا المباراه جاهزه، بدي اياك تحلل الجيم لكن معلش ما تاخذ وقتك كثير، تفضل حبيبي. يلا ما عليه، ايه ماكو مشكله. زين فان يستخدمون هاي التكتيك ضد ار في ان، هاي شيء ولا اروع، وانه يكون افكتيف 8 4 في الفيرست هاف، بعدين يبون راوند وبعدين يكنسلونه. واو واو واو، يعني الكلوز جيم، انا ذكرت انه بيكون كلوز جيم، ذكرت ان تدريبات تي يو بيروحون بيصير في بي اوف، تدريباتهم اعطتهم الخبره الكافيه اللي كان ار في ان عندهم الخبره طوله السنين، تي يو سووها في هل كم من اسبوع بسبه الاسكرامات. خلينا نتكلم عن تي يو لما سووا تكتيكال بوز فريق ار بي ان، لما سووا تكتيكال بوز فريق ار بي ان كسبوا وايد راوندات، كسبوا وايد راوندات لدرجه ان الفريقين صاروا عندهم 10 راوندات الى 10 حتى تقدموا على فريق تي يو. وشفنا الباك اند فورث، شفنا الريتيكس، شفنا الورك، بس ما توقعت ان ار في ان يصير عندهم تطور في استخدام اليوتيليتيز لهالدرجه. استخدامهم لليوتيليتيز كان 180 درجه متطوره اكثر من الراوند اللي فات. وزين ويعني اوتلو، انا ما بقول الاوتلو، ابداع من ناحيه اجريسيف الاي سايت، يقول لهم انا ما بعطيكم الاي سايت مجانيه، يعطيهم بانشمنت يعني. اي اوتلو هو الام في بي تبع تي يو، وعندي بالنسبه انا اشوف ان نير هو الام في بي تبع فريق ار في ان. اداء من الجهتين ولا اروع، ما اقدر اطول انا في الكلام. بس البريدكشن حق الخريطه الثانيه اتوقع هي خريطه سبلت، اتوقع هاي الخريطه بتكون لصالح ار في ان للاسف، يعني لان لعبهم الاجريسيف اسرع من فريق تي يو صراحه. يعني طبعا الخريطة حتكون سبلت، ار في ان راح يبداوا في الدفاع لانه ذا التيمس قرروا يبداوا كاتاكرز. شو رايك يا كي اس ال؟ خلص البنزين في خزان تي يو، حيودونا لجيم ثاني ولا لا ثالث عفوا؟ اتمنى انه هذا ما كان البنزين الاخير اللي عندهم. اتمنى فريق تي يو ما طلعوا كل استراتيجياتهم، اتمنى لسه باقي مباريات وباقي ماتشات. متحمس مع فريق تي يو، وروني ابداعاتكم فريق تي يو، والله يقوي الجميع. اوكي خلونا نتجه الى خريطه سبلت. 2-0 حاليا في نهائيات الخليج العربي، مقدمه اليكم من STC 5G، طبعا بتعليق سموث وتوكس. ودونا لجيم رابع يا شباب بعد هذا الجيم، ليتس جو. اخ على هذه المباريات يا سموث، طبعا شكر كبير لا استوديو التحليل على الكلام المنطقي والرائع، واللي يعني فعلا زي ما قال توكسيدي، شكرا للفريقين على اول مباراه اللي كانت من خيال صراحه، من اجمل مباريات. واكيد سموث بيشاركني الراي، شو رايك يا سموث؟ والله توكس في اول مباراه كنت حابب اسالك سؤال، هل ممكن نشوف مباراه متقاربه مثل فوكس وماجستي؟ هل ممكن نشوف مباراه مشوقه اكثر من فوكس وماجستي؟ ولكن هذه مباراه فاتت، يعني كواليفاير للجراند فاينل نورث افريقيا، هذه المباراه يعني من عالم اخر، من كوكب اخر صراحه. كلا الفريقين متقاربين يعني جدا جدا جدا، ومباراه الفارطه افضل دليل على مستوى هذين الفريقين صراحه، غير عادي يعني من عالم اخر هذه المباراه. ولكن المشكله اني توكس انه ممكن خلينا نقول معنويات ذا التيميتس مهتزه نوعا ما، يعني اذا
بتدخل على الفاينل وانت خسران يعني بطبيعة الحال ماتش، لانه RVN موجود من الوينر براكت، وتكمل تخسر مثل هذه المباراة بالتريبل اوفر تايم. صراحة معنويات لما تدخل المباراة الثالثة، احكي لي انت اكثر بما انه كنت لاعب سابق، اذا كنت في مثل موقع فريق The Ultimates كيف بتحس بعد خسارة هذه المباراة الثانية؟ هو هيكون عندك شعورين. اول شعور هو تكسر الطاورة اللي هتكون كنت قريب، كنت حفوز، عمل لك كمباغ خرافي، استنفذنا طاقة كبيرة. الشعور الثاني هو صح انه شباب احنا خسرنا، ولكن احنا خسرنا قدرنا نوصل للأوفر تايم، يعني احنا مستوانا فعلا قوي، يعني نقدر نفوز عليهم. فعندك هذول الشعورين، ما بعرف اي شعور ممكن حيكون اكثر عند فريق طبعا The Ultimates. و RVN لازم يخاف لانه الاداء كان لا يبشر، بالذات بالديفندر سايد، لكن اتاكرز شفنا شكل اخر. هل حيستمر الموال في هذه المباراه؟ انا اتمنى ذلك، اتمنى تكون مباراه ممتعه، لانه اخر مره تقابلوا الفريقين كانت في سبلت، كانت انتهت 13-10 ل RVN. يعني التوقعات تحكي انه حتكون مباراه ناريه يا سموث. بالضبط، مباراة نارية، وخاصة مش دائما بنشوف ماب مثل سبليت يتم اختيارها، وممكن صراحة نشوف فريق أفضل من الآخر في هذه المباراة في هذه الخريطة، خاصة لأنه سبليت خريطة صعبة صعبة جدا، والفريق الأفضل هو يفوز. ولكن نشوف مرة أخرى عودونا The Ultimates بمثل هذا الشيء، دخول مبكر ومع أن وستاكت فايف جروب، دانتي بياخذ الكيل على بريكر، بيفتتح سجل الكيلز في هذه المباراة، ويتم زرع سبايك والآن الريتيك. بريتيك 5-4، هل RVN يسويها؟ دخلة كانت مفاجأة من The Ultimates، داخلين بالشعور الأول هو كسر الطاولة، ولكن هالمرة يعني كان أوفر أجريسيف الصراحة من دانتي وأوتلو، ممكن هذا يرجعهم ثلاث كلات على التوالي من RVN. من بعد ما كانت أدفانتج The Ultimates صارت أدفانتج RVN، وبقى 2-4 شو ممكن يسووا؟ فرانكي الفلاش حيعميه، وشوف الساندويتش، خالد جاب الأول، ولكن زيلوس شو صار من 5-4 إلى 3 ضد 1 RVN. الصراحة هل هو اندفاع زايد على اللزوم؟ ثقة مفرطة من The Ultimates؟ 2 عاملين بوش يعني باتجاه، يعني صراحة كان في مجازفة برأيي من The Ultimates، كان بيقدروا يلعبوا ريتيك مع بعض ممكن آمن. شو اللي صار يا سموث؟ بوست بلانت كابوس بالنسبة لفريق The Ultimates. خلينا نقوله كذلك توكس، انه نوعا ما الريتيك في البومب سايت بي ليس صعب نوعا ما، في كورنرز وأماكن معروفة لازم تشيكهم، ولكن حسيت انه The Ultimates كانوا عندهم ثقة مفرطة نوعا ما، حاولوا يكونوا اجريسيف في البوست بلانت بتاعهم، ما التزموش بالاماكن لازم ياخذوهم، فهذه كانت تكلفتها كيلز ورا كيل بالنسبة لفريق RVN. فصراحة مش نشوف مرة اخرى ايكو راوند بالنسبة لفريق The Ultimates الان، واعتقد انه الدخول مرة اخرى على البومب سايت بي موجودين الان في اللوبي، ولكن نشوف قوة امان حاول تستول بسموكس والبارانويا، ولكن يبحث على كيلز الان، ولكن خالد بالكلاسيك ياخذ الكيل على بريكر مرة أخرى، نفس السيناريو ريتيك، ولكن هذه المرة بأسلحة أفضل بالنسبة لفريق RVN، ولكن دانتي يسرق سبكتر من بريكر وياخذ الكيل على نير. 4-3 أو 5-3 عفوا. فورس بايل خطير من فريق ألتيميتس، ومرة أخرى يعني قالوا خسرنا أول راوند لكن ما حنخسر الثاني، سووا نفس الخطة ونفس التكتيك، لأنهم عرفوا إنه التكتيك تاعهم كان صح، ولكن الإكسكيوشن بالأخير أو الدفاع عن السبايك كان سيء. شوفوا الفلاشات، ولكن ما هي البوزيشن ولا أروع. يا سلام يا ألتيميتس، شيك مع المارشال، أيعقل إنه يعمل كلتش بمارشال؟ أتوقع مستحيلة، ولكن لا مستحيل مع تشيك، وتشيك هون بيستنى بشوف إذا في لاعب جاي فلانك، ولكن حيضطر انه يلعبها على اخر رمق، بشوف حياخذ سلاح تشيك، ممكن يجي تفيوز. لا تقول لا 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 اخي لا لا، ليش يا تشيك؟ ليش؟ حرام يا تشيك، كان ممكن انه يكون النينجا تفيوز، كان ممكن الوقت ما يكفيش، ممكن توكس ممكن الوقت ما يكفيش صراحة، يعني حاول انه ممكن يبيت لاعبي فريق The Ultimates انهم يموتوا معاه بالانفجار، يعني هذا ممكن كانت خطة تشيك، لانه اعتقد الوقت ما كانش يكفي تو ديفيوز هذه البومب. ولكن شفنا العديد من المرات يا توكس هذا الشيء يصير، انه تستنى كل عناصر الفريق الخصم انه يغادر السايت وانت تقوم بالديفيوز، خاصة لما تحط السموك وبتقوم بالديفيوز بتصعب اكثر المأمورية على الفريق الخصم. ولكن لاحظ RVN الان يعني خسروا ايكو راوند، يعني خلينا نقول انه The Ultimates بدأوا بايكو راوند وبريكر اعطى فري سبكتر للاعبي فريق The Ultimates. شوف مرة اخرى هافوك بيخسر الشيرف، يعطي الكيل لدانتي، وفريق The Ultimates بطبيعة الحال قادرين انهم يربحوا هذه الجولة من دون اي جهد، من دون اي تعب. فانتومز ضد يعني الشوتيز وكلاسيكس، الى انه تشيك ممكن ياخذ الكيل. تشيك على يمينك، تشيك على يمينك. يعني صراحة 5-3 صعبة.
وتشوف الدخلة طبعا جماعية مو مرة أخرى اشتغل ودانتي كمان كل. أتوقع أن الراوند منتهي. The Ultimates يعود شوي شوي بناء يعني الكمباك في هذا الماب اللي ممكن تاخذنا لماب ثالثة ويحمسنا ويشجعنا Ultimates ويرجعنا في مدريات نهائي فعلا يستاهل أكثر من ماب. ولا RVN كالعادة بالأتاكرز حينهيها. لهلا The Ultimates عندهم اليد العليا، عندهم الأتاكر سايد. هذه الماب يمكن مش أكثر أتاكرز، ولكن شو توقعاتك سموث؟ هل نفس السيناريو حنشوف الأتاكرز ينتصرون؟ أنا صراحة حتى إذا نشوف The Ultimates يعني بسكور بورد 11-1 فما زلت نقول إنه في كامباك بالنسبة للRVN. ما نيش نتيح في نفس الفخ اللي صار في الماب الفارت، يعني شوفنا كامباك ولا أروع من فريق RVN. فهذه Ultimates طبعا قوتهم كمهاجمين وRVN كذلك قويين كمهاجمين، ولكن ماب سبليت نوعا ما قوية كذلك كديفندرز. خلينا نشوف الآن فول باي، كل شيء متوفر بالنسبة للRVN، ولكن شوف النزول من الهيفن وهافوك بيأخذ الكيل مجال أخرى. أوتلو بيأخذ الكيل على تشيك، 4-4 الآن. السبايك، السبايك داون وهذه مهمة جدا السبايك، ولكن شوف بريكر لا كان مو بيحاول يجي، ولكن سبايك وجوده تحت هاي تكون مشكلة. الجرينيدز ممتازة، حيجيب الكل على بريكر، وفي هافوك موجود، هافوك بالكل الثانية بيلعب سيج ما بشوفه كثير، ولكن يا سلام يا هافوك بثلاث كلات ولحاله بينقذ السايت. خلطة كبيرة من The Ultimates، نزول اللاعب اتوقع بريتش كان نزل لحاله من الروبس وكان معه السبايك، انتهت السبايك وقعت تحت، كان عندهم ادفانتج كبير هذا الراوند RVN لانه في غلطة صغيرة صارت من The Ultimates برأيي كلفتهم الراوند. مش عارف لماذا نزل بسبايك، يعني كان ممكن يخلي سبايك في مكان سيف او حتى يخليه عند زميل اخر ما كانتش عنده النية انه ينزل بالروبس. والان صراحة خليد بيخسر فريقه نوعا ما في الراوند الفارت اللي كانت فول باي، ولكن The Ultimates كان عندهم كريدتس كافيين انهم يعادوا ياخذوا الفانتومز. ولكن لاحظوا انه هافوك يلعب سيج، كناش متعودين على هذا الشامبيون، ولكن سيج قوية جدا تو ديناي الميد كنترول نوعا ما في ماب سبليت، وهذا بريكر يفتتح سجل الكيلز وتشيك بالأوبريتر بياخذ الكيل على دانتي، بيصعب أكثر وأكثر مأمورية فريق The Ultimates اللي لحد الآن مش عارف كيف ياخذ الميد كنترول. ولكن لاحظ أوتلو كما عودنا يا توكس إنه يكون أجريسيف، يبحث على يعني الدولز، يعني جيعان جوعان للدولز، ولكن تشيك يعملوا شات داون مرة أخرى واثنين ضد خمسة، صراحة صعبة جدا. بالفعل صعبة جدا هذا راوند. اوه خالد بهذا الكل ممكن تكون مهمة، تشك بحاول يطلع تايمينج، تشك 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 التايمينج تشك، يا سلام يا الله طلع الكلاسيك يحاول يجيبه، ولكن ها سوى فيك جمب. اوه بحاول يسوي جمب، ولكن خالد بعده موجود بيحاول يصحح خطأه في الراوند السابق، ولكن خلاص متوقعينه RVN. وراوند جميل جدا من RVN بداية ببريكر وتشك بأكثر من كل، وكانت فليك جميلة بالأوبريتر. هون RVN إذا قدر يجيب راوندات كثيرة في الديفندرز أتوقع بالأتاكرز ممكن يحسمها. تشيك يا تشيك قاهر فريق The Ultimates، تشيك ممكن يعود إلى مستواه المعهود خاصة بعد مباراة فارتا ما كانتش أفضل مباراة بالنسبة لتشيك، ولكن الآن بالأوبريتر بيبدأ يقوم بشغل عالي جدا. هذا تشيك بيبحث على أجريسيف بيكس كل مرة، والآن في مشكل كبير فريق The Ultimates. شوف في سامي إيكو راوند عندنا الشيريفز، ولكن The Ultimate موجود من دانتي، ولكن تشيك بيميس الكيل خليني أقول، ولكن ما كانش ينتظر إنه بريكر موجود في هذا المكان، بياخذ الدبل كيل. هل ممكن 3K بيجي زميله وبيحاول يساعده؟ الآن تشيك تشيك وبريكر يفعلوها 2-5 يا توكس، يعني ما فيش احترام نوعا ما من The Ultimates. هاي هذه كانت يعني راوند شبه يعني بيستلز فقط، ما عندهم اي سلاح. بداية كانوا بحاولوا يجيبوا تشيك اللي كان سريع وهرب، وكان بيت ممتاز يعني وقعوا بالفخ لانه بريكر كان يعني فوق الخشبات على يسارهم وجاب كلين حلوين، ولكن لازم يدير بالهم RVN الثقة المفرطة ممكن تخسرهم اكثر من سلاح مهمين، بالذات هذا الاوبريتر. وهافوك لن يموت حلفائي وحيصحي صاحبه عشان ما يرجع يشتري سلاح، يعني يوفر شوية فلوس. خلينا نشوف كيف تعامل Ultimates، حاول الدخول على الاي بوم سايت اللي موجود فيها عندنا أكثر من لاعب نير اللي ما شفناه للآن في هذه المباراة. زيلوس بكل مهمة، بنشوف خالد لو اتش بي كان لاعب مهم، الكاميرا كشفت مكانك يا خالد. مه أتوقع أن الراوند صعب جدا للألتيميتس، صعب جدا الآن عن عنصرين فقط من The Ultimates، ولكن شوف هافوك بينتظر الآن في الفان في الروبس بيأخذ عليه الكيل وسبايك داون وتشيك مرة أخرى الكيل بالأوبريتر. هي يعني شرف بالنسبة لفريق The Ultimates نوعا ما إيكو راوند، ولكن
هذا بيعطي ايكو خلينا نقول يعني ثقه في النفس اكثر واكثر بالنسبه لفريق ارفيان. لما تشوف سكور بورد 4-2 اوكي نحن في مكان نوعا ما امن بالنسبه للنتيجه. فخلينا نشوف الان فريق ذا التيميت سيتوكس اذا يخسر هذه الراوند فبتكون كابوس بالنسبه لهذا الفريق صراحة. فهل بيخيروا مرة أخرى إنهم يعملوا فول رش على البومب سايت بي ولا نشوفوا فيك من جانب سايفر وأومن؟ لأنه إذا تلاحظ بريتش وجيت موجودين في البومب سايت اي. تشيك مرة أخرى تشيك يعني صراحة مش عادي هذا اللاعب في هذه المباراة ومعاها بريكر مرة أخرى في نفس المكان نفس السبوت اللي كانوا موجودين فيه في الإيكو راوند. صراحة تشيك قادر إنه يهولد البومب سايت بي بهذا الأوبريتر. حرامي هذا ممكن تقول عليه حرامي كلات. اللاعب تشيك مرتين على التوالي يسرق كل ورا كل. ولكن خلينا نشوف ردة فعل ذا التيميتس خسرانين لاعب راوند مهم. اومن يعني اعطى فول انفو لانه سوى بوش بالبي او عفوا سوى بوش بالاي يعني هذه مهمة جدا صراحة. السبايك بنشوف مع لاعب وحيد من عند التيميتس اللي هو بحاول يدخل هون بتحاول الخدعة في فخ هون بحاول يطبقوا الالتيميتس خطة الاعتماد على اومن. بتشوف فرانكي يا السلام الدخلة السريعة هون الايبوم سايت كلير هون اومن هيقول خلاص انا جاي معاكم يا شباب انتظروني مع السبايك ولكن لازم يدير باله لانه هون تشيك موجود وتشيك دخل وجاب الاول وتشيك بحاول يدخل يجيب الثاني. ها يا تشيك دانتي موجود لكن خالد قال له وقعدوا استريحوا من القادمون من الخلف. ولكن عبين ما يوصل اومن اتوقع ان الراد ممكن يكون منتهي. نير يمين ويسار هابوك موجود اخر لاعب واحد متبقي ولكن التيميتس راوند ممتاز تكتيك قوي يعني بعد بداية قوية كانت الارفين يعني هم جابوا اول كل ولكن شو صار بعد هيك يا سموث؟ تكتيك رائع يعني بيطلعوا يصعدوا للاي رامب بيتجهوا الى الميد فنت بيعملوا فيك نوعا ما تحرك في البي عن طريق مو بعدين تحرك كله يصير الى البومب سايت اي. يعني تكتيكال وايز صراحه فريق ذا التيميتس قدموا راوند رائعه جدا ونوعا ما الدفاع كان في خلينا نقول ما فيش كوميونيكيشن خلينا نقول في الراوند الفارت كان كل واحد على زي راسه مثل ما نقول يبحث على كيلز من فريق ارفيان. وعلى ما اظن انه البومب سايت اي هو ممكن يكون افضل قرار بالنسبه لفريق ذا التيميتس. ولكن الان لاحظوا انه سايفر من فريق ارفيان متمركز في الرامز مرة أخرى يبحث على الدبل كيل على خالد ودانتي بالضبط هذا اللي كنا ننتظره فيه. يعني الآن أدابتيشن يصير بعد الراوند الفاشل نوعا ما اللي كان موجود من ارفيان. 4-3 الآن واتشيك مرة أخرى بياخذ الأوبريتر ممكن يمحي ريز واتشيك ويبقى العنصرين فقط من جانب الألتيميتس. التشيك صح التشيك أصبح الجوكر عند فريق ارفين بتلاقيه في البي بتلاقيه في الاي وصل هون حتى الاوبريتر رماه. اوه شوف كيف عيم جاري حجب الرؤية ولكن رؤية ارفين هي الافضل ورؤيته للنهائي هي الافضل. بنشوف اوتلو ممتازة اوه هذه البولت ممكن فضحت مكانك بالفعل فضحت مكانك يا اوتلو ممكن هي مسك لك ولا اتوقع انه ممكن يغير الماوس. وتشك مرة اخرى بالثريكي كم مرة شفنا تشك بجيب 3 كلات وتشك صراحة هو المزعج لفريق التيميتس لانه وين ما يروح فريق التيميتس بلاقي تشك يصرخ الكل بقول لك حرامي في يعني في ضوء النهار يعني صراحة مزعج جدا لفريق التيميتس. هاي الكل ممكن اعطيه اياها انه مزعج لانه التيميتس مش عارف ياخذ قرار من دون ما يلاقي تشك في وجهه. فممكن التيميتس خطتهم شو هي يا يعني عشان يفوزوا؟ تشيك مستفيق تشيك يقذ صراحة لازم يصير شت داون لهذا تشيك. أولا لازم يصير يعني اكسبكتيشن لازم تتوقع أنه تشيك يكون موجود في البومب سايت بي بالأوبريتر فتحاول ما تبيك إلا ما تستعمل السموكس على تشيك تو ديناي هذا الأوبريتر. نفس الشيء بالنسبة للأي تحاول أنك بتتوقع مكان وجود أوبريتر فبتحاول تستعمل اليوتيليتيز بطريقة رائعة جدا. هذه الإعادة لاحظ يعني إذا ما كان تشيك كان ينتظر ويعرف أنه سايفر مش ينزل من الهيفن وهذا طبيعة الحال سبراي جميل جدا من تشيك يأخذ الدبل كيل و 3K في الراوند كاملة. فممكن تكتيكال بوز الآن مرة أخرى من فريق The Ultimates بيحتاجوا التكتيكال بوز صراحة لأنه تشيك خليني أقول عذبهم في الأرلي راوندز من هذه المباراة. والآن توكس صراحة شنية نوعا ما خليني أقول رايك على بيك سيج في ماب مثل سبليت؟ هل تعتقد انه هافوك بيبتعد على السايفر بالنسبه ليه وبياخذ سيج هو افضل قرار؟
اتوقع قوي جدا صراحه سيج بالذات في ماب 3، ممكن في اي ماب ثاني ما حيكون تاثيره قوي، ولكن في هذا الماب جدا جدا مؤثر بالذات بالوول تبعه واستخدامه بالمد، يعني مهم جدا صراحه. وهافوك للان صراحه قاعد يلعب بطريقه جميله، استخدامه للالتي والهيلز كانت في مطرحها ابطاء العدو، ولكن برايي صراحه التيمتس لازم التغيير، وممكن نشوف التغيير حاليا عندنا سيمي باي ممكن نقول من ذا التيمتس، شويه بيستلز على سبكتر على باكي، نشوف الدخله مع بعض على ليبوم سايت، وباسيف بلاي حتكون من ار في ام. تشيك 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 بالبليد ستورم، تشيك ممكن كل اول تشيك، ولكن دانتي بياخذ عليه الكيل بسبكتر غريبه من تشيك، يعني عودنا انه ما يضيع ولا فرصه بيات الالتيميت، والان يتم زرع سبايك. هذا تحرك من جزيلوز ومن هافوك، هل قادرين انهم يفعلوها توكس الان؟ 4-5 صراحه، خليني نقول دوبل. خلينا نشوف قنبلة تنفجر، اهرب يا ولد اهرب، والفعل القنبلة ما فجرت على اي حد، انفجرت بالهواء، ولكن دخلين مع بعض وعلى الهواء سوا يا ار في ام، ويا بريكر يسلم كلين، ولكن اوت لو بالشرف، صار 3-2. خالد البوزيشن ممتاز ممتاز ممتاز، هل سيتوقع ار في ام؟ هل حيشيك الانجلز؟ ولكن يسلم كلين بنفس الوقت وانتفض ومقتصد يا ألتيمت هذا الراوند اللي كان مفروض ما يفوزه، ولكن هذا المحتاجه ألتيمت يا سموث، محتاج أن يفاجئ فريق RVN، يخوف فريق RVN، خلاهم يرجعوا من الخلف. تشيك جازف نوعا ما، دخل لحاله في هذه اللقطة، ممكن هي كانت سبب الخسارة برأيك؟ يعني تشيك مات وعطاهم أوبريتر فور فري يعني تموت بتعطي الاوبريتر الدانتي، اصفرين بحجر واحد بالضبط، وافضل انسان ممكن بياخذك الاوبريتر هو دانتي، وهذا ما يفوزهم في الجوله. وكذلك شفنا يعني دولز مخسورين من جانب الاي رامبس والهيفن، فمره اخرى تشيك بيتفوق بالانتري فراغ على خالد، ويخلي اللعبه 5-4 تشيك صراحه، يعني دائما عنده كريدز كافيين انه يشتري الاوبريتر حتى لما يموت، فما زال عنده 5000 كريدس، فهو يفضل الاوبريتر على الشيلز وعلى اليوتيليتيز، فهذا اعتقد خيار كل لاعب يعني متمكن من الاوبريتر صراحه. فعل، خلينا نشوف هون الدخله من هافوك، طبعا هذه شغلته انه يوقف ويبطئ حركه ذا التيميتس اللي يبدو كلهم متجهين نحو البيهيفن، ولا لا ممكن فيك، ممكن شوف 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 البوش من سايفر عند فريق ار في ان، اخذ فل انفو انه الايبوم سايت كلير، وهذا اللي يسمح الاوفر روتيشن عند فريق ار في ان، اذا تاخر كثير ذا التيميتس ار في ان حيكون متمركز صح، لانه في عندنا 3 لعيبه موجودين بالبي، وموجود معاهم تشيك ماسك منطقه، طبعا اول ما يطلع من الفنتس والبوزيشنينج تعموه، داخلين على فخ يا التيميتس، داخلين على فخ التيميتس الان، حاول يتحركوا تجاه البي هيفن، اعتقد هو خيارهم. تشيك موجود من جهه اخرى بينتظر اي انسان بيصعد للاي هيفن، ولكن شوف دانتي بالاوب او سايفر بالاوب، هو اطلو بياخذ الكيل على هافوك، بيستعمل كذلك النور الثيفت، بيتعرف على اماكن فريق اكزيلوس بالدبل كيل، يعني كان بإمكانهم يصبروا لأنه سايفر شغل الالتي وكشف أماكنهم، ولكن استعجلوا، الوقت يمضي، هل في وقت يعمل بلانت للسبايك؟ لازم يطلع وقت، بيضطر يعمل بلانت، ولكن تشيك حيجيب الكل عليه، وراح الراوند كله من وراء زيلوس اللي كان متمركز صح، ولكن استعجال، كان في استعجال من الالتيميتس، لأنهم يعني سايفر شغل الالتي تبعته، أوتلو شغل الالتي تبعته، كانوا عارفين مكان البوزيشن تاع زيلوس، ولكن هل برأيك غلطة مرة أخرى؟ يعني توكس من المفروض أنك لما تستعمل ألتيميت سايفر فخلاص بتعرف كل تموقع الفريق الخصم، فكيف ممكن يخسروا هذه الراوند صراحة؟ كزيلوز ممكن كان في مكان مش منتظر مجانب فريق ذا ألتيميت، ولكن من المفروض يشيكوا كل الأماكن، خاصة في البي هيفن لازم تشيك يمين وتحت صراحة، أماكن صعبة جدا لفريق ألتيميت، ولكن شوف مرة أخرى يعني عودنا أوتلو انه يسنيك نوعا ما الى الاي رامبس، ولكن هذه المره خير انه يجوين فريقه عن طريق السورز الى البي ميد، ولكن صراحه سيج واومن قاعدين يقوموا بعمل جبار تو ديلي هذا البوش، ولكن شوف مكان هافوك، شوف مكان بريكر، ممكن شوفوا كيل هذا الفلاش موجود، كذلك البارانويا او تريجر ديسيبلين، ولكن دانتي وخالد
بياخذوا 2 كيلز الان وبيفتحوا المجال لفريق الالتيميت انه يطلع سباي. يعني الاول مرق، الثاني مرق، الثالث شيك مكان بريكر، وبريكر قال يا اخي يا الله لو ما شيك مكاني كان ممكن جيب 3 كيلات، شوف 3 مع بعض من البي هيفن، وزيلوس حيكون هو الاول، هو الانتري السبري، ولكن فرانكي كان اقوى بالبولدوغ، ونشوف الدخله مع بعض ولا لا. ارفين قال لي عمي لا مش حتزبط، خلاص مره سويناها ولكن مش حتزبط، مش كل مره مش كل مره نسلم الجره. ويبدو انهم متجهين الى السيف. هون فريق RVN كان اعتماده بالذات بريكر وهافوك، كان بريكر معتمد كليا على هافوك انه هافوك يجذب اللاعبين يعمل بيتينج لبريكر، ولكن بريكر لعبه صح اللي سواه صح، خلى الاول يروح خلى الثاني يروح، الثالث قال له مش علي مش علي، ولكن هون نير بحاول يا سلام يجيب له اكزيت فراغز ولكن مو حيجيبه، وهذه مهمه جدا للايكونومي. 6-5 التيمتس يمرض ولا يموت. يب وتوكس يعني بريكر ما كانش متوقع انه الثالث يشيك يمين، يعني لما يعني شيء ما نشوفوش دائما، يعني انه بيتعدى الاول والثاني والثالث يشيك يمين، يعني صراحه انلكي خليني اقول بريكر كان في هذه اللقطه، والا كانت ممكن تكون تريبل كيل والراوند بتذهب لفريق RVN. ولكن الان يعني 3 عناصر من فريق RVN ماتوا في لمح البصر بالنسبة لفريق The Ultimates. جولة 5 لنصيبهم، هذه آخر جولة قبل السواب، قبل العرض الثاني. كل The Ultimates سيتم استعمالها في هذه الراوند. طبيعة الحال وول ستيج مهم جدا، ولكن شوف From The Shadows موجود من فريق The Ultimates مباشرة على البومب سايت A. هذا دانتي بالبليد ستورم، ولكن مو يأخذ كيل على كزيلوز، لكن بريكر بينتقم لزميله. تبقى الآن نير بياخذ كيل على دانتي، والثلاثة ضد ثلاثة ويتم صنع سباي. يا سلام 3-3 هون نعرف أين أنتم تحديدا، وخلينا نشوف مين حيحدد مسار هذا الفيرست هاف. ويبدو أنه تشيك بالكل الأولية وكلو، ولكن هافوك حيقول استريح، بقي خالد 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 الساحر المارد. يا سلام عليك يا خالد، جاب الكل هافوك هافوك. التايمينج 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 يا هافوك. يا سلام على الكروس هير بليسمنت والإكسبيرينس، ولو نكرر ونقول أنا هندي ما في خوف. ويا سلام عليك يا هافوك، والاكسبيرينس الاكسبيرينس يعني التوقع من هافوك، ممكن كان في ان جيم كوميونيكيشن، ممكن لاعب قال له انه موجود بالالبو راوند 7، ولو انه كان بدايته قويه من الالتيميت، ولكن صراحه ممكن الالتيميت سايفر فتحت اماكنهم وسهل عمليه الريتيك. يا بالضبط، الالتيميت سايفر سهلت عليهم نوعا ما، ولكن اللي سهل عليهم كذلك هو تشيك اللي كان بتخلص من دانتي اللي كان فتح الألتيميت. فإذا تشيك ما قتلش دانتي فكانت ممكن يكون سيناريو آخر في هذه الجولة، ولكن تشيك بيتفوق وبعده هافوك، يعني إكسبرينس وجيم سينس خرافي، يتمكن من أخذ الكيل على خالد. وعلى فكرة خالد أخذ الدبل كيل وكان قريب جدا من كلاتش هذه الراوند والحفاظ على سبايك والفوز بجولة السادسة. ولكن الآن سايد سواب، خلينا نشوفوا RVN في حلة جديدة، حلة المهاجمين. الآن ما هي استرات اللي ياخذوها؟ الممكن نشوفه كالعادة بوش في البومب سايت بي مثل ما قام به فريق The Ultimates، أو قاعدين نشوفه في سايفر بطبيعة حال يمشي وحده في السايت، حاول ياخذ أي انفورميشن بسباي كام. مجال أخرى تشيك نوعا ما بيعطي مكانه في الميد. خلينا نشوف الآن كيف يقوم فريق RVN بهذه الهجمة. بطبيعة حال سايفر من جانب فريق The Ultimates موجود في البومب سايت بي، عنده كاميرات التجسس تعرف على أي إنسان يبيك أو يحاول يدخل من هذا السايت. فأعتقد أنه البومب سايت بي توكس هو تركيزهم صراحة، تبقى لهم دقيقة كاملة، لكن أعتقد البومب سايت بي بصير عليه فول رش. عنا سموكس من جيت، عنا سموكس من أومن، خلينا نشوف. هذه هي سموك في الهيفن، يبدأ الدخول الآن وأوتلو بيفتتح سجل الكيلز وبيأخذ دبل كيل. السلام يا اوتلو، دبل كيل، كان الفلاش ممتاز من بريتش. لو كملت علي يا خالد، ولكن اللي فاهم عليكم فرانكي بالكلاسي وبالكلاسيك، وباقي نير لحاله 1-3. اذا في لاعب ممكن يجيب الراوند هو نير، شوف كيف تحركاته بالماوس. يا سلام، ولكن قال له دانتي بلا تحركات بلا ماوس، وشوفني وتعلم. ويا سلام عليك يا التيمتس، براوند ممتاز صراحه. الكروس فاير كان التيم ورك رائع، بريتش بيستنى اللحظه المناسبه يضرب فلاش، ضرب الفلاش وطلع اوتلو تتت بالجوست، وكانت لقطة رائعة من The Ultimates. RVN دخل مع بعض جماعيا، ولكن Ultimates كان متمركز صح، وهذا شيء مش غريب علينا يعني من Outlaw صراحة، من أقوى اللاعبين الموجود في فريق The Ultimates. بيستغل ممكن خطأ من RVN انهم ما شيكوش مكان على اليسار من كان موجود Outlaw، ولكن فلاش رائع كذلك كان موجود من خالد، ودبل كيل من فرانكي
كانت موجودة في الوقت المناسب. والآن إيكو راوند من فريق RVN، ولكن عودونا أنهم يفوزوا بالإيكو راوند صراحة، فمش ممكن نتوقع الأوتكم من هذه الراوند. إذا واحد فقط يسقط من فريق The Ultimates فممكن تاخذ سلاحه، خاصة على تشيك. إذا ممكن ياخذ سبكتر فممكن بيكاري راوند كاملة لوحده. خلينا ننتظر هذا الكومبو القوي، كذلك من بريتش وسايفر في البامب سايد بي. وجدوا أداتي وعرفوا مكانهم في البي هيفن. وجدوا أداتي، ولكن بنشوف فرانكي بكل على تشيك، ومتابعة سريعة من زيلوز. بنشوف أوتلو، تمركز حلو، تمركز ذكي، التايمينج، ولكن بريكر نزل له سريع. هل متوقعين شيكوك؟ ها مسكناك مسكناك يا خالد، ومع ذلك جاب الكل ووقعت السبايك. خلينا نشوف دانتي ما معه غير جوست. أو بريكر الفيك والوول، هذا هو أهمية سيج والهيل. طبعا ما عنده 39 سكند. بريكر تايمينج هجم الكل الأولى. آخ ممكن لاعب واحد أخير، شو ممكن نسوي؟ الأومن الثاني مو الاثنين ما بيعرف عن بعض، ولكن بريكر النسخة الأقوى من الأومن بأربع كلات. يا سلام على هذا الراوند، المجازفة كانت من فريق RVN ويكسبوا هذا، يعني هذا الراوند اللي راوند كان جدا حساس. ألتيميتس الصراحة لو فازوا هذا الراوند كان ممكن كمباك، خسارة الراوند شتت أفكارهم شوي. كنت بحكي لك توكس إنه RVN قادرين إنه يفوزوا بإيكو راوند، وهذا اللي صار. إذا واحد فقط يسقط من ألتيميتس فيأخذوا سبكتر ويكملوا الراوند. بريكر بالفور كي، من كان يتصور إنه في إيكو راوند ممكن فريق RVN يعني يفوز ضد فريق مثل ألتيميتس؟ صراحة مش يعني خليني نقول خطأ كبير، ومش في الوقت المناسب بالنسبة لفريق ألتيميتس الآن. وكل عندهم فالدز الآن فريق RVN، شوف وين ينتظروا فيه، ينتظروا فيه يفايق تشيك، ولكن يأخذ الكيل الأول على خالد. حاولت كروس فاير من وراء سموك، ولكن تشيك يبطأ. 92 هيلث بوينتس الآن، وذا ألتيميتس ينقصهم لاعب مهم جدا وهو البريتش. بريتش من أقوى تشامبيونز في ريتيك توكس، نحتاج الفلاشز، نحتاج الديسكوبينج. فخلينا نشوف الآن مو ممكن يتقابل هو. أوه ماذا يفعل مو ونير؟ يخذ عليه كيل بكل بساطة بكل سهولة. غريبة كانت من مو صراحة، يعني استعجال ما كان له داعي، ولكن نير التوقعات الاكسبيرينس الجيم سنس التمركز الجميل من هذا اللاعب اللي فعلا من أفضل يعني من أفضل مبارياته صراحة في مشواره في الاسترايك أريبيا. ونشوف تشيك، تشيك طبعا بدايته زي ما قلت جاب الكل على بريتش والكل الثاني على اوتلو. طبعا هذا راوند ما اتوقع انه استثمر كثير فيه فريق ألتيميت، ولكن نشوف مره اخرى تشيك بلقطهم واحد واحد، والكل الثالثه لا تشيك، وبقي لاعب وحيد جاي من طبعا لسه بعيد. وتشيك يعني راوند مثالي، ما خسروا اي لاعب، ولكن راوند يعتبر ايكو يا سموث. يا هو راوند ايكو، ولكن يعني عاش يفرق يعني إيكو ولا مش إيكو. شفنا RVN في الإيكو ربحوا الراوند، يعني صراحة ما عاش فيهم شيء من هذين الفريقين. ولكن الآن فرانكي يستحوذ على الفاندل، هل ممكن يفعلها؟ واحد الضربة صعب صعب جدا، بريكر بالمرصاد. صراحة بريكر يا توكس في ماب هيفن كان يقدم في مردود أكثر من رائع، والآن كذلك قاعد يقدم في مستوى محترم جدا. بريكر يعني من أكثر الفراغرز اللي عندهم كيل بالنسبة لفريق RVN. ف مشكل كبير الآن 9-6. إذا بيخسروا هذه الراوند يا توكس بتكون بمثابة خليني نقول تقريبا جي جي، خليني نقول تقريبا. يعني إذا ألتيميتس يخسروا هذه الراوند صراحة مشكل كبير. شوف الكريدتس الموجودة عندهم سولو فعل، يعني استثمروا كل فلوسهم في هذا الراوند. هل حيكون بلاي في مجازفة عند ألتيميتس؟ أنا برأيي لا تجازف براوند أنت ما عندك فلوس فيه. تشيك هو اللي حيجازف داخل بالأوبريتر بسرعة سريعة جدا إلى الرامب. ومنشوف دانتي أوبريتر ضد أوبريتر، تشيك ضد دانتي. هافوك أول كل على خالد البريتش، يعني الحظ هون بحاول كان يدخل من وراء السموك، ولكن غلطة كبيرة ممكن تكلفهم الكثير يا سموث. ودانتي عارف، دانتي عارف انه صار دخولنا الاي رامس الان، يبحث على كيل. من سيأخذ الهوب كيل؟ وتشيك بيقتل دانتي، يعني بيقتل ممكن طموح فريق ذا ألتيميتس الان. ولكن اوتلو بيرجع نوعا ما الفارق، ينتقم ويأخذ الكيل على بريكر. ولكن 3-4 الان يا توكس. لاحظ تشيك بينتظر اي بيك يكون موجود من مو، ولكن مو متبطل نوعا ما. ولكن هافوك مرة اخرى متألق ويأخذ الكيل على اوتلو. 4-2 يا توكس، دي مشكلة صعبة جدا. The Ultimates وتشيك يتألق مرة أخرى. فالتشيك كان هو الأفضل هذا الراوند اللي هو حياة أو موت بالنسبة لفريق The Ultimates،
أخي يعني اللاعب الأخير هل ممكن يكون كلتش الحلم من الريز اللي ما شفناه في الماب السابقة؟ هل يقدر يجيب الكلتش؟ كلتش حيكون كلتش العمر، كلتش ممكن البطولة. فرانكي، فرانكي مع الأوبريتر، أخذ الأوبريتر مع ألتيمت ولكن قال يا عم أنا مبسوط هذا الأوبريتر، نعطيه لدانتي، ممكن دانتي يجيب لنا الراوند، ما حيجازف، ممكن لعيبة جازفوا، ولكن 3 ان 1 نوعا ما ممكن صعبة، بالذات إنه ار بي ان ماخذين بوزيشنز قوية وممكن يكون عنده كروس فايرز افتر بلانت قوي. راوند جميل اخر من ار في ان بدايه، يعني الكل اللي جابوها على بريتش في المد ممكن بريتش جازف لانه شفت البوزيشن كان اوتسايد البي مد، ما كان هايدنج يعني ما لعبوها مع بعض. فهون اللي يفرق ار في ان، احنا تكلمنا كثير على اتاكر سايد وفعلا بيظهر الفارق بين الاتاكرز والديفندرز عند هذا الفريق. ومشكلة بريتش هو نفس المشكلة اللي قاموا به فريق ألتيميتس حتى في ماب هيفن، بيقوموا ببيكس خلينا نقول لا فايدة منها، يعني زايدة مثل ما نقول، يعني أجريسيف نوعا ما يكونوا، رغم أنه لما تكون مدافع فممكن تلعب سيف تنتظر أي بوش يصير وتحاول تعاقب، ولكن أعتقد عناصر فريق ذا ألتيميتس كان عندهم خيار آخر، والآن قاعدين يدفعوا في ثمن هذه الخيارات العنيفة نوعا ما في الجيم بلاي بتاع فريق ذا ألتيميتس. وصراحة تشيك قاعد نوعا ما بيتفنن في هذه المباراة مثل ما نقول يا توكس، قاعد يقدم في مستوى صراحة غير عادي بالأوبريتر أو حتى بالفونتوم دائما في المكان المناسب. وخليني نقول أنه فرانكي صراحة كانت صعبة عليه عملية ريتيك، أوبريتر من أسوأ الأسلحة اللي ممكن تعمل بيهم ريتيك، ولكن يا توكس ريز كان عند الألتميت، فهل تشوف أنه من المفروض كان يجازف بيت الألتميت يحاول يخلق البلاي يحاول يعمل الكلاتش بهذه الألتميت ومعها الأوبريتر، أو تعتقد أنه أفضل خيار قام به هو سيف ليت الراوند؟ أنا برأيي الخيار هو الأخذ هو الصحيح، لأنه 3-1 حتى لو معك ألتميت يعني أر في إن أكيد ما حيسمحوا لا يعني للاعب اللي هو فرانكي انه يتمركز بطريقه قويه او يجيب كل تلو الاخرى، اكيد حيلعبوا بوزيشن قوي يكون في كروس فايرز، ما حيسمحوا انهم يخسروا راوند بذلك الاهميه. فلذلك اضطر انه قال خلص عم ناخذ الاوبريتر، ممكن الاوبريتر على ايد دانتي ممكن يفرق الراوند معه، ولو انه الراوند هذا حيكون فقط عندهم بيستلز ممكن سبكتر ما حيكون معهم اسلحه كثيره، ولكن العين حتكون على دانتي، ودانتي محتاج يجيب على الأقل كلين أو ثلاثة ليضمنوا هذا الراوند اللي برأيي ممكن جدا يرجع فريق ألتيميتس بالجيم. بصراحة يعني ممكن فريق ذا ألتيميتس حتى بالشيريفس ممكن يربحوا الراوند، ما فيش شيء غير يعني ما فيش شيء متوقع خليني نقول بين هذين الفريقين، كل شيء ممكن أنه يصير، يعني تفوز بيكو راوند عادي جدا من فريق ألتيميتس. كذلك خاصة إذا دانتي بيأخذ انتري فراغ بيأخذ كيلز على أول الراوند بهذا الأوبريتر ممكن يساعد فريقه جدا جدا في الفوز بهذه الجولة. ولكن فريق أرفيان خليني نقول أنه في وضعية مرتاحة جدا، لأنه حتى إذا يخسر هذه الراوند فإنه مازال عنده عدد كافي من الكريديتس، مبلغ كافي أنه بيشتري فوق بيقوم بفول باي في الراوند القادم. فخلينا نشوف صراحة خيارات فريق ذا ألتيميتس، هل ممكن يفوزوا بهذه الراوند أو لا؟ خليني نقول التعويل كله على دانتي بهذا الأوبريتر، ممكن يبيك في البي لوبي، ممكن يحاول يأخذ إيرلي بيك على هافوك أو على كزيلوز الآن، خلينا ننتظر. ولكن تشيك هو كذلك بالأوبريتر، ولكن داش في الوقت المناسب يمنع من الخطر، وهكذا بيتعرفوا على مكان دانتي الموجود في البومب سايت بي. والآن شوف البوش من فريق ذا ألتيميتس، صراحة يحاولوا بكل مجهودهم في هذا الإيكو راوند أنهم يقوموا ببوش يحاولوا يأخذوا كيلز يحاولوا يعملوا الشات داون، لكن تشيك ممكن يكون في خطر، لكن هذا الزلزال موجود من بريتش. خلينا ننتظر الآن دخول للبومب سايت بي، دانتي موجود في البي هيفن، ولكن شوف ألتيميت أومن في البومب سايت بي يبحث على فلانك، ولكن دخول يا توكس الآن من آر في إن إلى البومب سايت بي. الشيء اللي ذكي حتكلم عنه بعد هذا الراوند بعد ما نشوف هاي اللقطه، لانه سوى شيء جدا ذكي اللاعب تشيك بشكل عام فريق ار في ان. ولكن خلينا نشوف هذا الريتيك 5-5 بيستلز كلاسيكس، لو تقدموا لو قربوا ممكن يكون خطير، الاوبريتر ممكن صعب حاليا، بنشوف الكل الاولى الاوبريتر طبعا اللي عند دالتي مش اللي عند تشيك، لانه هون كمان الكل من هابوك، ممكن الكل الثالثه من تشيك، ممكن الكل الرابعه من هابوك، هابوك ما زال دانتي بالكل الاولى، احاول يجيب احاول يصلح مولود جاب دانتي، تعال تعال تعال, تعال. رايح على فين؟ رايح على فين؟ واللي ما بيعرف هافوك اسمه الحقيقي هو لوف، وأنا بحبك يا هافوك الصراحة، أتأمل وأتجمل. يا سلام على هذه اللقطة يا آر بي إن، صح أنه كان راوند بيستلز ولكن هافوك لعبها صح
الراوند اللي كنت احكي عنه، اللقطه اللي صارت انه تشيك لما كان في المد لما عملوا بوش عليه اعطى انفو لفريقه قال ثلاثه مد عاملين بوش مد علي، ولذلك شفنا سريعا بريكر سوى التي على البيبوم سايت وكانت كلير. راوند مثالي من اربين صح انه كان راوند بيستلز، ولكن ذا التيميتس راوند حياه او موت. وتشيك كذلك كان بيلعب بين الأسلحة، كان عنده أوبريتر وكان عنده كذلك فانتوم تحته، يعني كان يعني خلينا نقول بيجاجل بين بوث غانز. صراحة ذكي جدا هذا اللاعب، في الأخير أخذ الكل الثاني بفرنزي يعني. فقدرة هذا اللاعب تشيك غير عادية، ايم دولز فاير باور مرعب جدا من اللاعب تشيك الآن مرة أخرى بالأوبريتر، ومش أي أسلوب يلعب بيه بالأوبريتر، مرة أجريسيف صراحة يعني، بيبيك في أماكن صعبة وياخذ الكيلز بالأوبريتر. هذا التشيك مرعب جدا، والآن آخر خليني نقول أمل بالنسبة لفريق The Ultimates، فول باي راوند لازم يفوزوا بها فريق The Ultimates، إذا بيخسروا فخلينا نقول جي جي بالنسبة لفريق RVN. هل دانتي وزملائه قادرين أنهم يسترجعوا حقهم خليني أقول في الفوز، ويعني يعودوا في المباراة وبيربحوا شوية جولات وبيعملوا كامباك مثل ما قاموا به فريق RVN في الماب الفارطة، أو أنه هافوك على هذا السيج بيك قادر أنه يصنع الفارق وهو كذلك تشيك؟ وهذه الألتيميت كانت موجود فلاش كذلك من بريتش الدخول إلى بامب سايد بي، ولكن أوتلو فلاش ونير يخذك على أوتلو والتريد من خالد، ولكن كان الثاني لنير كل الرابع لفلانكي. ماذا يحدث يا توكس؟ 2-2 الآن، يعني بثلاث ثواني انتهى الراوند. اوه تشيك هذه المس اللي كان لازم ما يعملها مس، ولكن يعني لقطة الأوبريتر كانت البوش منه ذكية، ما عمل ما جاب الضربة بالأخير، مو اللي جابه، متبقي لاعب واحد نير. إذا في لاعب يقدر يسوي كلتش هو اللاعب نير، المدير نير. 2-1، 10 ثواني من الطريق يعمل بلانت، كيف حيدخلوا كيف حيتعاملوا الفرانويا، ويا سلام على الدخلة السريعة من دانتي، يعني بلمح البصر كان واصل، ولكن الفرانويا تيمور كان رائع جدا صراحة من ذا ألتيميتس، ممكن راوند المحتاجينه عشان يرجعوا بالجيم، ولو انه لسه الامور يعني صعبة جدا، الضغوطات البرشر ألتيميتس، هل في كمباك؟ صراحة لعبوها بطريقة بيرفكت almost. خليني نقول لما سمعوا صوت زرع سبايك مباشرة البارانويا الفلاش، او خليني نقول البارانويا من اومن والداش من جيت، هل ممكن كان يقوم بفيك بلانت؟ مش قادر لانه الوقت موش كافي، فهذا كان افضل خيار بالنسبة لسايفر من فريق RVN. ولكن ذا ألتيميت الان عندهم امل انهم يعودوا في المباراة. شوف الفورس باي ولا الفول باي من فريق RVN، مثل ما كنت احكي لك توكس، عندهم الكريدتس الكافية انهم يعملوا فول باي الان، فهذه بتكون ملحمة بتكون مجزرة في هذه الراوند. فريق RVN مرة اخرى السايت المفضل لهم هو البومب سايت بي، ولكن شوف تشيك يعني نبحث على اي انفورميشن تكون موجودة الان، لكن خلينا نشوف دانتي بالاوبريتر ماذا هو قادر ان يفعل. لكن هذا كزيلوس بالافتر شوك، ممكن نشوف كذلك فلاش من جانب خالد، هذا هو، ولكن تشيك يختبئ مرة اخرى، يعني خليني اقول بريتش زوار ذي يا توكس، فيستعمل افضل يوتيليتي هو اللي ممكن يساعد فريقه جدا في هذا الميد كنترول. ولكن شوف الان دخول فريق RVN، هو خليني اقول هما اللي فازوا بالصراع حول هذا الميد، والان فريق ذا ألتيميت ممكن يكونوا في خطر. حلو، ممكن يكونوا في خطر لانه الطريقه اللي بيلعب فيها RVN واستحواذه على الفنت والدخول ممكن الجماعي، بنشوف بريكر يعني هنا ابتعدوا عن طريقي، خلينا نشوف دانتي هل حيبتعدوا عن طريقك ولا انت اللي حتدخل في طريقهم. هو اللي دخل في طريقهم وجاب الكل عليه، يا سلام هذه الدخلة قوية حتكون قنبلة تنفجر، ولكن تشيك هرب وفرانكي قتل زيلوز، كان هو الضحية الكولاترال دامج. يا الله يا اوتلوب كلين حلوين، وقل لاعب وحيد نير مرة اخرى 2-1 2-1 يا نير، اضرب الالتي، اين يختفي اين يختبئ الجميع؟ اخذ السبايك والسلام عليكم، ومتجه الى البي، وادعس يا مدير وطير يا نير. هل ممكن يجيبها يا زمود؟ نفس السيناريو الان، ولكن هذه المره ممكن يزرع سبايك من دون اي مشكل، ولكن كيرفول لانه بريتش موجود من جانب الالي، يجيك من الدور، ولكن الرولينج ثاندر في محاوله كنسل الزرع، ولكن لا مش قادر في الثواني الاخيره. هل يلعبها كلين لهنا نير يا توكس؟ هل يفعلها؟ 1-2، شوف مكان خالد الان من الالي، واو نير بياخذ كيل على خالد، تبقى 1-1 الان مع فرانكي، ولكن فرانكي بيتالق ويقول لا، ويخلي امال فريق ذا ألتيميت ما زالت متواجده بالفوز بهذه المباراه.
يعني سووا شيء ذكي ونفس ونفس الوقت في مجازفة، لأنهم اثنين اجوا مع بعض من نفس البوزيشن ولكن في لاعب سبق الثاني. فتوقعات نير، يعني أنا بحاول أدخل في أو أتخيل هو شو كان بفكر. نير قال لك أوكي أنا قتلت واحد، يعني إذا كان معه الثاني كان مفروض أنه يطلع معه، فهو ما طلع معه، طلع متأخر بعده بثانية. فهذا الاشي خلى نير انه يعمل روتيشن، يفكر ممكن جاي من الهيفن يعني. فكانت لعبه ذكيه بنفس الوقت ممكن مباغته، بالفعل مباغته، كان راوند مهم جدا للالتيميت اللي بحاول كرولينج يزحف الى الكمباك. يا صراحه الكمباك بدات تقوى حظوظه اكثر واكثر، ولكن الفلاش مره اخرى موجود في الميد، نفس السيناريو ممكن يعيد نفسه، ولكن الان بايكو راوند من جانب ار في ان، ولكن عودونا هذا الفريق انهم يفوزوا بالايكو راوند، ولكن مو يفتتح الكيلز على نير، ولكن نير ريز لو اتش بي، وخالد بياخذ الكيل الثاني، وخالد بالفراغ الثالث. واعتقد هذه الجوله بكل سهوله لفريق الالتيميتس. الثقه رجعت عند فريق ذا التيميتس. هذا البوش كانوا بحاولوا يطبقوه من زمان كتير، كل مره يحاولوا يدخلوا تلاقي الشباب كلهم هربوا. هالمره سلمت معاهم الجرة، وشوف زيلوز ممكن مجازفة خطرة هون، ما في داعي للمجازفة الزايدة، ما في داعي، هذا ألتيميت جبتوا أكثر من الكل، خلاص لعبوا مع بعض، ساعدوا بعض، سمحتوا لهافوك إنه يعمل رز لصديقه، والآن ترجع على 4-3. ولكن شوف البوش من مه قادم من الخلف، القادمون من الخلف هم أكثر ناس لازم تخاف منهم. وصل مه ولكن متأخر، ولكن جاب الكل. هافوك لحاله، لا مع زميله البارانويا هتعميه. مستني شوف قصير مش مبين من ورا. يا سلام على الذكاء يا مه، البريكر حيشيك، الأومن ضد الأومن، ولكن الأومن نسخة البريكر أقوى. هافوك بالانتظار أوتلو غير رأيه، شو اللي بيصير بهذا الراوند يا سموث؟ شفت تحركة الآن موجود في البنت أومن، ولكن هافوك بيخذك على فرانكي، مهم جدا هذا الكيل، ولكن 12 ثانية متبقية الآن، لازم يتم زرع سبايك، ولكن شوف أوتلو جيم سينس من عالم آخر، ياخذك على هافوك، والآن ما أعتقدش أن الوقت كيف لزرع هذي سبايك. ممكن شوفوا كانسل من أوتلو، بينزل ويأخذ عليه الكيل، وذا ألتيميت في الجولة التاسعة ملعوبة بطريقة مثالية من أوتلو. والله فعلا أوتلو كان، يعني انا برايي الراوند بشكل عام من الالتيميتس كان رائع جدا صراحه، ولكن البوش الاخيره اللي في الميدل هاي كلات ما كان فيه لها اي داعي من الالتيميتس، بالذات ان هم محتاجين ايكونومي، محتاجين يجمعوا فلوس، لانه الكمباك بده فلوس، بده يكون عندك خزنه عشان تعمل كمباك، لانه اصلا اوريدي مو كان جاي فلانك من السورز، يعني كل عليهم سووا انهم كانوا ينتظروا فقط، يعني يستنوا عبين ما يوصل ما هو. ولكن مره اخرى ذا التيميتس لعبوها صح، كان ممتاز اللاعب أوتلو، ممكن التايمينج، الطريقة اللي رجع فيها أي تك الأخيرة هي كانت بالراوند، وآر في إن وجد حاله في موقف ممكن محرج، لأنه إذا خسر ممكن في كمباك. بالضبط، الآن جولة مهمة جدا، خاصة لفريق The Ultimates وكذلك The RVN. صراحة RVN يعني مجبرين أنهم يفوزوا بهذه الجولة أو يكون الكمباك إزريل بالنسبة لفريق The Ultimates. والآن يعني هل دانتي، حابب اعرف انه دانتي ما عندوش الاوبريتر، عنده الفانتوم، ولكن تشيك كذلك عنده الفاندل، خلينا نشوف يعني استحواذ الان على البي هيفن، ولكن هذه قوه ريز بالجرينيدز وكذلك بالبوم بوت اللي نوعا ما بسلو والبوش، ولكن نشوف تشيك موجود، انتظر في بيك من فرانك، ولكن الفلاش موجود، ولكن تشيك فليك ولا اروع، والدخول الان ممكن يكون على البوم سايت بي، ممكن تشيك بالوول بالكل ورا البوكس يا توكس. فعل تشيك هون، التوقع هافوك بالكل على أوتلو، يا سلام على هذا الانتري. برأيي الفلاش ما كان ممتاز من بريتش، لأنه اضطر فرانك يطلع مع الفلاش يمكن التايمينج تاع الفلاش كان خاطئ، لأنه يمكن تشيك في لحظتها كان يعني ظهره للفلاش. ومنشوف هون هل في ريتيك 4 على او 5 على 2 اتوقع، لا سينسحب ذا التيميت ويلعب على الاوفر تايم، لانه ار في ان اجبرهم على ذلك. ار في ان راوند وحيد يفصلهم عن الفوز بسترايك اريبيا والتشامبيونشيب، وراوند واحد يفصل ذا التيميتس على الهبوط، وطبعا انه يلعب مع ارت نيمسيس على المركز الثاني اللي بيسمح لهم يرجع يلعب مره اخرى ضد ار في ان بالفيرست سترايك. صراحة تشيك قاعد يقدم في مباراة خرافية في ماب سبليت، والآن ماتش بوينت، سيريز بوينت، فاينلز بوينت لفريق ار في ان، نقطة الفوز بالضبط. فهل قادرين
فريق ارفيان انهم يعني ينهيوا هذه الجولة. عندهم فرصة اثنين ثلاث فرص انهم ينهيوا هذه المباراة. فخلينا نشوف بطبيعة الحال فول باي يكون موجود من The Ultimates ما تيسر من الأسلحة والشيلدز واليوتيليتيز. فانتومز والفاندلز موجودين إلا فرانكي ب 2300 كريدتس بياخذ الهيفي شيلد ومعها سبكتر راوند بمثابة خليني نقول حياة أو موت لفريق The Ultimates. كل لاعبين The Ultimates لازم يكونوا مركزين الآن وما يخسروش الأمل، لازم يبقوا مركزين ضد الآن في الوان في وان. ممكن يكون مع تشيك عودنا بالفوز، ولكن تشيك مرة أخرى بيفوز على النسخة مثل ما يقول توكس بيتر جيت وينز، والآن 4-5 وضعية صعبة جدا لذي أولتميتز. ولكن هذه فيك تشيك انطبقت الحيلة بالفعل، دخلوا مع بعض على البي اللي يعني كلير، ولكن فرانكي حاجب الكل على تشيك بالأخير أوتلو، وممكن يفاجئهم أوتلو، ممكن يكون المفاجأة الغير صار لفريق أربين، ولكن تأخرت كتير. أوتلو تقدم، يشيك يمين يشيك يسار، أوتلو يتقدم اللاين اب، ممكن حاجب الأول وحشيك يمينه أوتلو، لكن يا سلام على السلو من سيج هبوك، مثالي التايمينج تبعها. ومه طبعا البارانويا حيضطر ينزل، ممكن نهاية، ممكن تخلص هون بريكر، حجيب له كمان كل، بقي لاعب واحد يا الله. وار في ان فاز المهاجمون وانتصر ار في ان على التيميتس بمباراة جميلة جدا، ما كانت في مستوى المباراة الأولى ولكن ارتقت لمستوى رائع جدا. التشيك هو الاستفاق، هو كان صراحة يعني العنوان أو الجوكر في هذه المباراة. وهافوك احنا كنا نتكلم على موضوع سيج، ما رأيك باختيار سيج؟ هافوك أثبت أنه اختيار سيج في هذه الماب مهم وحساس، واستخدامه للسلو أورب والوول كان مثالي. مباراة رائعة، ألف مبروك لآر في إن. يعني أغلب المشاهدين ممكن يقول أنه آر في إن واحد من أفضل اللعيبة مش بس في الخليج ولكن بشكل عام بالمناطق كلها. صراحة مباراة جدا جدا جميلة. هارد لك طبعا لذا ألتيميتس اللي ما زال عندهم فرصة، لأنهم حيلعب مع أرتيميسيس والفايز منهم حيرجع يقابل آر في إن، ممكن يكون مباراة الريفنج. طبعا إن شاء الله ما أكون قصرت معاكم بالتعليق. تفضل يا سموث، كلمة أخيرة إلك. والله ما قصرت صراحة، تعليق مرعب. توكس خليني نقول كذلك تحية لفريق The Ultimates اللي صراحة تحسنوا بطريقة جبارة يعني بعد البيست اوف 3 الفارت. صراحة درسوا RVN دراسة ولكن ما كانش كافي للفوز. اعتقد انه ماب هيفن كان عنده تأثير سلبي على المنتل نوعا ما، ولكن رغم هذا كان قرابة الكمباك، كان في بصيص من الكمباك والفوز بياتي الماب من فريق The Ultimates. ولكن تشيك يا تشيك، هافوك يا هافوك، مباراة رائعة من هذين اللاعبين وبقية عناصر فريق RVN. نحب نشكر الفريقين اللي متعونا واعطاونا فرجة وصراحة لعبة من طراز رفيع جدا. نشكر هذين الفريقين. هارد لوك بطبيعة حال لفريق The Ultimates، ما زال عندهم فرصة أخرى للانتقام الثالث خليني نقول لفريق RVN. وأنا وتوكس أعتقد خلصنا لهذه الليلة، بنتمنى لكم ليلة سعيدة ونعود إلى الأستوديو التحليل. شكرا لكم، يعطيكم الصحة وألف ألف ألف عافية سموث وتوكس على تعليقكم لهذه البست اوف 5 القصيرة. نفس قصة مبارح، كان طبعا نهائيات الخليج العربي تي يو للأسف رح يخسر هون 0-3، ونحكي مبروك لآر في ان على انتصارهم على ضمانهم للسيد الأول بانتقالهم طبعا للفيرست سترايك بتاريخ 3 ديسمبر. رح يكونوا منتظرين في هذا الفيرست سيد، خلص هم في الجراند فاينلز. لكن تكسيدو خلينا نبدأ معك هالمرة، نحكي عن هذه المباراة الأخيرة على خريطة سبلت تشيك سيطر على الجيم، سيطر على المباراة، كانت متقاربة لكن تشيك كان كل شيء تشيك بالنسبة لي. لا صراحة أداء من تشيك رهيب على الجبت، صراحة كان وايد مرعب من ناحية الانجيج وناحية الاجريسفنس اللي كان يدخل فيها، من ناحية الهيفن من ناحية أي منطقة، حتى كان يدخل من جهة الرمس على إيه، كان يسبب رعب. لا نتكلم عن تشيك، نتكلم عن بكات تشيك، طريقته في البيكينج على كل انجل شيء رهيب. الكروسر بليسمنت دائما اون بوينت، كل مره لازم يجيب واحد مهما كان فرانكي مهما كان دانتي، يجيب
شيء مرعب بالفاندال. يعني احنا نتكلم قاعدين عن لاعبين سي اس جو سابقين كانوا يلعبون بالاي كي بشكل رهيب. تخيل الحين عند الفاندال بس الوانتاب كل مكان شفناهم. انا عرفت شيء واحد، انا طالع تيو اربين، عرفت ان لا تخلي ار في ان يسمعون صوت خطواتك، يسمعون صوت خطواتك على طول يبونك ثرو وولز على طول. yeah. يبونك ثرو وولز يقعدون لك كم بوينت يمين كروسر بليسمنت على الانجل على الزاويه ويبونك هيد شوتس. قوه الرياكشن تايم عندهم شيء رهيب. خل اقول لكم شيء انا عن لاعبين كاونتر سترايك سابقين، لاعبين كاونتر سترايك سابقين عندهم هذا الشيء، غيروا خريطه بسببهم، غيروا خريطه بسببهم، خلوا الوولز زين ما تقدر تطلق منهم. يعني ما اعرف يطبقوا ايه، ما اعرف اذا بيطبقونه في فالورانت في من ناحيه البوكسز ولا لا، لكن خلوا اللاعبين يعني ايه، يعني انت قاعد تشوف، يعني انا ما شفت كلات عاديه، انا قاعد اشوف كلات كلها ثرو سحر. يعني لا السحر من فريق اربين الصراحه. من ناحيه تيو تيو كانوا يقدمون اداء جدا جيد. تيو ار في ان يوم ار في ان كانوا في الدفاع، تيو ار في ان صراحه حطوا لنا صوره، اخترعوا صوره ورسموا الصوره، هذه هي لعبه فالورانت بالضبط. ريتيكس بلانت افتر بلانت بوزيشنز كان ولا اروع من ناحيه تيو، ريتيكس من ناحيه ار في ان بعد ولا أروع. استخدام اليوتيليتيز في الأوقات الصحيحة، يعرفون اللمس تبعينهم، شفنا السيف من الجهتين، هذه الفريق سيف وهذا الفريق سيف، يعني ولا أربع الصراحة. لكن في شيء أنا لاحظته في فريق تيو، سبب خسارة تيو مع فريق ار في ان في الديوال، السبب انه كان تيو لاحظت ان لاعبين فريق تيو كانوا يسوون سوي بيكينج اكثر من الانجل بيكينج الشولدر بيكينج العادي، فكانوا يسمون فل وايد بيك، فلما يروحون وايد بيك انت تكون وايد يعني ايزي تارجت خصوصا حق لاعبين مثل مستوى ار في ان، وخصوصا انت مو اول مره تلعب ضدهم، المفروض انت تلاحظ هذا الشيء من قبل. الافتر بلان يعني فرانكي ياب حركه وايد حلوه يوم كان 2v1 كانوا ضد نير، يوم يسوي بلانت في البي سايد حركه حلوه من فرانكي، كان هو راح فوق سوى دستروي حق التراب واير ولاحق صاحبه، فهو هم كان عباله هو في الهيفن لكن هو لا يمن سي تي وكان ايزي كل. هاي حركه وايد جميله كانت. حسيت ان الكومز انتي يوم من ناحيه الديفند تشتت، يعني حسيت ان في وايد لحظات كان الكوميونيكيشن عندهم او المايكروفون عندهم في السماعه كان ما في كلام، حسيت انه كان في هدوء يعني ما في كوميونيكيشن. في كذا لحظه حسيت انه خلاص بريكر كان تحت عند الرافترز، كان تحت عند الروبس تحت الهيفن في البي سايد، ليش ما صار له كول؟ ما حسيت انه ما كان في كول هناك، حسيت ان اللاعبين شوي متشتتين او داخلين نفس الزون او التنل فيجن اللي يخليهم يبتعدون وتركيزهم يكون فقط على البلاي تبعه، كان مركز بزياده اوتلو كان في هاي اللحظه. بس اي حسيت ان تيو قاعدين يخسرون 80% من السوي بيكينج اللي هم قاعدين يسوونه، غير لو تلاحظ طريقه البيكينج مال هافو والشباب بلين تشيك اي دائما شولدر بيكس دائما انجل ياخذ لك يعني زاويه ويحرك الكروس هير شوي على اليمين يعني. فحتى لاحظنا ان تيو كانوا يفوزون بساعات بهالديوالز لكن الاغلبيه كانت لصالح ار في ان. مستوى رائع من الفريقين، مبروك ار في ان على المستوى والاداء الجميل اللي قدموا لنا اياه. يعني انا قاعد اشوف التويتشات، يعني تويتشات مو مصدقين اللي قاعد يصير، يعني طريقتهم في الانجليش شيء رهيب. يعني انا ما عندي كلام واسحب كلامي، يعني تكلمت اني قلت فريق ار في ان يمكن شوي ضعاف من ناحيه استخدام اليوتيليتيز، لكن شفت تطور وايد ملحوظ من خريطه هيفن وخريطه سبليت، واختيار خريطه سبليت اتوقع هاي خريطه سبليت هي اقوى خريطه راح تكون حق فريق مثل ار في ان، وستايل لعبهم على خريطه سبليت راح يكون يعني بيرفكت ماتش، يعني ما اتوقع في خريطه افضل لهم هي وهيفن. وهذه هي تكسيدو نتيجة ساعات لا معدودة من التدريب من السكريمز على نفس هذه الخرائط، توصل لمرحلة انه الوال باجينج وتعرف الاوبتيمال بلاي في كل لحظة من اللحظات في كل بوزيشن انت موجود فيه، هذه هي نتيجتها. ويل بلايد بصراحة من أربعين، لكن لازم نعطي كريدت يا لورد لذا ألتيمت لانه شفنا هذا الريماتش، يعني حاليا شفنا الريماتش
ما كان نفس الشيء، كان كتير دوميننت من طرف ار في ان، لكن اللي شفناه اليوم خاصة في الجيم الأول كان متقارب جدا، كان كان ممكن تيو يفوز، وكان ممكن نشوف شيء مختلف إذا فازوا في الجيم الأول من ناحية مومنتوم، كان ممكن نشوف سيريز مختلف كليا مع بداية تيو النارية. مع هذا الكلام خبرنا عن رأيك باللعب اللي صار في خريطة سبلت. صحيح كلامك يا كل سيستم، من ناحية أنه الاستراتيجيات ومن ناحية اللعب أتحسن بشكل جدا ملحوظ عن المباريات اللي شفناها قبل اللي كانت بين تيو فريق ار في ان، أتحسن ولكن للأسف الشديد لو أنت تتذكر الماتش اللي فات قعدنا نحلل وقلت تقول وقلت لي كلمة اللي هي يا رب أنه فريق تيو ما طلعوا كل شيء عندهم وكل الاستراتيجيات اللي عندهم، ولكن للأسف الشديد اللي أنا شفته أنه كانت هذه كل شيء عندهم اللي قدموه في الماب الأول، قدموا كل الاستراتيجيات بحكم أنه أنا تقريبا بشكل 70% شفت الاستراتيجية نفسها اللي طبقت في الماتش الأول طبقت في الماتش الثاني، كانت اللي هي فريق تيو في الهجوم بيدخلوا مع بعض وبعد ما يزرعوا السبايك بيمسكوا أكثر من مدخل وبيدخلوا في نفس الوقت في حال أنهم عرفوا بوجود فريق RVN في السايد، وهذا صار كثير وتكرر أكثر من مرة. وفريق RVN كانت واحد في الأي واحد في البي سايد وثلاثة في الميد، تقريبا هذه الاستراتيجية مشوا عليها فريق RVN ما أدري أقولك 90% من الجيم، ومع ذلك فريق تيو ما استغلوا هذا الموضوع لمصلحتهم. يعني أنا استغربت من اللعب هذا بأمانة، يعني للأمانة في تحسن، ولكن في بعض المشاكل اللي كان مفروض يحلوها فريق تيو، يعني مشاكل بسيطة بس تكلفهم، يعني مشكلة بسيطة ورا مشكلة بسيطة وراها مشكلة بسيطة النهاية بتكلفك الجيم، وهذا اللي احنا شفناه. وزي ما تكلم قبل شوية أخوي توكسيدو قال انه فعلا صارت بعض المشاكل في الكوميونيكيشن بين فريق تيو، يعني حسيت في مرحلة ما فريق تيو كل واحد كان قاعد يلعب لحاله، في خطأ صار أنا اللي طلعت فوق راسي علامات استفهام من موه في الراوند 14، هو كان خايف من الووتر روبس، هو كان خايف منه وهو يعني زي ما تقول يبغى يسوي له بيك بس خايف ومتردد، وتشوف من الكروس هير أنه يبغى يعرف إذا في أحد اليمين ولا لا، قام فك تليبورت قدام الووتر، فك التليبورت قدامه، يعني أنت خايف من هناك ليش تفك التليبورت قدامه؟ يعني انا استغربت من هذا اللعب بصراحة. صح بالضبط، يعني كانت اشياء كثيرة قاعدة تصير في الجيم قاعد تقول والله ما اعرف ليش، عشان يمكن الاستراتيجية عرفوها فريق RVN وخلاص صاروا يلعبوا حول الاستراتيجية حقت فريق تيو، فما كان عندهم خطة بديلة، طلعوا كل شيء، طلعوا اللي في المخزون عندهم من الخطط ومن الاستراتيجيات اللي عندهم، فبالتالي خلاص العبوا لعبكم ما ادري. ولكن يشهد الله على كلامي انه فريق تيو تحسن جدا 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 عن المباراة دوم ملحوظ شفناها. جدا جدا ملحوظ، واتمنى لهم كل خير واتمنى لهم التوفيق للفريقين الاثنين والجميع الافريقا، واتمنى فريق تيو ولو انهم خسروا في هذه المباراة ولكن ما يتحطموا، لانه لسه عندهم فرصة وفرص كثيرة قدامهم ويقدروا يتعلموا من أخطائهم ويشاركوا في البطولات أقوى بإذن الله تعالى. لسه في الفيرست سترايك راح نشوف، يعني من تاريخ 3 إلى 6 ديسمبر تيو طبعا راح يلعبوا ضد أرش نيمسيس، واللي بيفوز طبعا عندهم فرصة لمقابلة RVN مرة أخرى، ممكن نشوف الريماج الثالث من هذه التو سكوادز. بس بصراحة على النقاط اللي كنت تحكيها يا لورد، يعني أنا كلاعب محترف سابق بس فعلا لما تطلع كل شيء بالخزان في الجيم الأول وتكون المباراة جدا جدا متقاربة وتوصل 13-13 14-14، هذه المباراة انك تخسرها موجع اكثر من 13-5 13-6 13-7، موجع انه انت طلعت كل شيء وما كان كافي، وبس تاخذ نفس تفتح عيونك تشوف 2-0 0-2 في بيست اوف 5 يا الله. فالتلت التلت لازم يكون موجود، يعني شوف انا بحترم انه اصلا قدروا يؤدوا الاداء اللي ادوه في خريطه سبلت، انا توقعت نشوف فول كولابس من هذا السكواد تيو، كان نص كولابس بصراحه، ما قدروا يقدموا اللي قدموه في الجيم الاول، لكن هذه هي هذه نهائيات السترايك أريبيا للخليج العربي، فوز مستحق لفريق RVN، تيو راحوا لكن حيرجعوا بقوة أكبر. تكسيدو كيسي لورد بحب أشكركم على مشاركاتكم اليوم، على تعليقكم أو تحليلكم الجميل، مع أنه البث كان قصير لكن الأيام جاي إن شاء الله نفس ما حكيت لكم من تاريخ 3 إلى 6 ديسمبر لقائنا. معلش تعطوني فيست بامب، أنا عجبتني هالحركة يا شباب، تعطوني فيست بامب نودعكم ونشوفكم قريبا مالت رايد جيمز ليتس جو.
رايت جيمز.